لكل مشاهدين اليوم نهار السبت 3/11/2018 عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلا ولغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. حدا بصدق انه خلص عم تخلص السنة؟ صرنا بشهر 11، عن جد صرنا بشهر 11 وخلص شهر، يعني زمان بس ومنفوت بموسم الأعياد، وأكيد خاصة هلأ كمان عنا موسم أعياد، يعني بخلال شهر نوفمبر كمان بيكون عنا عدد من الذكريات اللي بيقطع فيها لبنان. يعني ذكرى أكيد عيد الاستقلال ب22 وأيضا ب21 بتكون ذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم كمان هيك حبيت أبدأ بس بموضوع بتصور كلنا هيك عايشين بظله، ما في حدا منا يمكن منه عايش ضمن إطار انه التخبطات، انه اقولكم رح يصير ما رح يصير، رح يصير ما رح يصير. هدول المفاجآت اللي بنحب دائما انه هيك نكتشفهم، نحس انه سوربريز او سوربريز او سوربرايز، انه خلص ولدت الحكومه، او انه يمكن حتخلق يكون عندنا توم. اوقات بيكون هيك متذكر زمان انه هيك كانوا يحطوا بالافلام، كان البي يكون رايح جاي بالكوريدور موتر، كل العائله رايحه جاي بالكوريدور موتره ناطره الحكيم لحتى يفوت ويظهر من غرفة العمليات ويقول لهم مبروك جالكم ولد أو بنت أو توم أو شو ما أجيلكم. شو ما أجيلنا نحن راضين، شو ما أجيلنا نحن قبلانين. بس بدنا نقول كمان أنه قد ما عم بتحاولوا تتعبوا، منعرف أنه عن جد عم ينحط مجهود كتير كبير من كل الفرقاء، من جميع الفرقاء، وأكيد على رأسهم الرئيس سعد الحريري، من الجميع عم ينحاول ينحط جهود كبيرة لحتى فعلا يقدروا يوصلوا للحلول اللي بده إياها الشعب اللبناني، أنه يحسسوا أنه خلص على القليلة نحن راح تكون على اتفاق وراح يكون عندنا حكومة جديدة وراح نقدر نتفق. بس عن جد عرقلت هالقد معكم، تعرفوا شو؟ خلص بليها، شو هالقد عم تتعبوا فيها؟ خلص بليها، هي البلد ماشي وكله تمام وكله مثل ما كان يقول رئيس الشهيد رفيق الحريري، يعني دائما بنتذكر امثاله بالايام الحلوه وبالايام الصعبه لما كان يقول البلد ماشي والشغل ماشي ولا يهمك. بالنهايه واحد عن جد قد ما بده يكون عم بيستصعب الامور، قد ما بده يكون واحد عم يشغل باله بامور، بده يضل يقول ولا يهمك. هيدي اللي ولا يهمك بتخلينا مكفيين، هيدي اللي ولا يهمك فعلا بتخلينا نفكر انه عن جد قد ما عتلنا هم، قد ما عتلنا هم، قد ما عتلنا هم، في اشي عن جد خلص، في اشي عن جد بتكون حرزانه، بس بتكون اشي اوقات مش حرزانه. خلينا نعيش حياتنا يومنا بيومنا، خلينا نحس حالنا بدنا نستمتع بكل لحظة بكل دقيقة عم نعيشها مع عيالنا. في كتير منا وكتير من الأشخاص المحيطين فينا اللي جايون من الأيام أكتر، يعني أقل بكتير من الأيام اللي راحت، وخلينا نجرب نحسس عن جد هالأطفال وهالجيل الجديد أنه اللي جاي قدامهم رح يكون أفضل بكتير من اللي راح، لأنه عندهم هني سنوات أكتر رح يعيشوها. أو بدكم تعرفوا إذا ما بدنا هيك خلص نستغني عنها ونقول خلص بليها، عن جد لشو هالقد عم نتعب، عطونا إياها. ما يا عمي ما بدنا معاشات نحن، عطونا إياها، خلونا نحن نجرب ندبر راسنا. أكيد أنتوا هلأ هيك جربوا تعطونا توجيهات أو تحاولوا تعطونا هيك من خبراتكم، بس سلمونا إياها، جربونا يا عمي، خلينا نشوف نحن شو فينا نعمل بهذا الموضوع. بركي كمان بنقدر يمكن نستلم الدف، يمكن نحس انه نحن اكثر بالسخن، ونحس يمكن انه او انتم بتقولوا انه شوفوا جربوا هذا الشيء ويمكن بتحسوه عن جد كثير صعب وما تستهونوه علينا. بقى خلينا نشوف انه هذا الشيء اذا ممكن يزبط علينا، يعني قولوا جربونا، عن جد انا هيك بقول اوقات انه ما هيك بدكم جربونا انا جاهزه. هلا انا بالعاده بقول ما بحب اتعاطى سياسي، بس هيدا مش موضوع سياسي، هيدا موضوع اقتصادي اجتماعي، اذا فينا نقول فردي، اشخاص كله كل شخص منا معني بهالمجتمع وعايش بهالمجتمع هو فعلا بحس حاله جزء لا يتجزا من هالموضوع. فاذا خلينا يمكن نقول انه نجرب كل الحلول لحتى نقدر بالنهايه نوصل لمرحله مهمه بحياتنا، واللي هي نقول انه خلاص لبنان بحاجه انه يقعد ويرتاح، وكل الشعب اللبناني بقى يشيل هيدا الهم الكبير اللي عن ظهره. خلص هيدا كيس البابا نويل الثقيل كثير اللي بيحملوا بابا نويل، ما بقى حتى يحملوا هيدا، كان نشوفه زمان يبرم هو 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 ويبرم على كل البيوت وحامل هالكيس الثقيل ومعه هالالعاب وهالهدايا، هلا صار يخفف يبعثهم كادو ورا كادو، لانه خلص ما بقى يقدر يحمل حتى الالفز اللي معه يعني، وحتى الاشخاص اللي كانوا محيطين فيه ويساعدوه بضب الهدايا قالوا، لانه خلص تعبوا كمان وصار كل واحد منهم بيحاول يركز على لعبه وشغله هيك محدده لكل بيت. على كل امل اكيد يكون كل الايام اللي جايه تكون افضل، وكل الاعياد اللي قدامنا تكون افضل وتكون حلوه اكيد، ويكون لبنان جاهز لاستقبالها، خاصه وانه ايضا ابتدينا هيدا الشهر مع عيد جميع القديسين ومع عيد شخص عزيز كثير على قلوبنا ورحل، واللي هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري بواحد الشهر، واكيد هيدي الذكرى ما فينا ننساها لانه هالشخص
الشخص اللي مرق بحياتنا مش ممكن يقطع مرور الكرام، لأنه لا يتكرر ولن يتكرر. أكيد بدي صبح بالخير كل المشاهدين، وبدي صبح بالخير سارة. صباح الخير، شو أخبارنا اليوم؟ نشكر الله. اليوم عنا اليوم هيك تشيز كيك بالألوان اللي أنت لابستيها، ما هيك بعدين؟ شميتي ريحته؟ يعني أنا شوفي عندي ديتكتورز على السويت، معروف أنا عندي على فكرة يعني حاسة الشم كتير قوية هلا، وحاسة السمع كمان كتير قوية، وحاسة الذوق كتير قريبة، مهمة كتير عندي هلا، الباقيين ماشي الحال. طيب غير التشيز كيك اللي هو نو بيك تشيز كيك، يعني ما راح يفوت على الفرن ولا راح يقطع من حده، هيدا اللي انا بحبه. ما بحب البيك تشيز السريع. كيك عندنا جراتان بطاطا، بس دخلنا لها كذا انجريدينت مثل اللحمه الصنوبر واللقطين، وعندنا سلاد مع تفاح هيك، سلاد وورم سلاد كمان هالجمعه. اوكي اكيد نحن بانتظارك ساره لحتى تعلمينا كل الاطباق من هلا ولغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. انما بدايه عالم صباح بتكون مثل العاده مع زميلتنا العزيزه اللي موجود حاليا، صار كتابه بكل المكتبات اللبنانيه، كتاب كارمن والابراج 2019، واكيد ابراج يوميه بعالم الصباح كارمن والابراج. صباحكم الخير، اليوم السبت 3 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا برج العذراء الترابي لليوم الثاني على التوالي، وباقي لبكره صباحا اذا حابين تعرفوا لبكره الساعه 11 صباحا بتوقيت بيروت. قبل ما بلش حابه اذكركم انه كتابي صار موجود، الكتاب الجديد صار موجود بكل المكتبات. البدايه مع برج الحمل، بالنسبه لك مولود برج الحمل اليوم افضل من بكره، اذا حابب انه تخلص شغل او تقضي عطله اسبوع بترتاح فيها، فإذا في مجال أو بدك تتصالح مع حدا، تحكي مع حدا، أو تزور حدا مختلف معه وبدك الجو يكون رايق نسبيا، اليوم أفضل من بكرة. تبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر تعبا من غيرها حاليا، 26 27 أدار مارس و 18 19 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، نهار بيسمح لمصالحة، هيدا نهار بيحمل لك تفاهم، بيحمل لك قدرة لحتى تجتاز عقبة معينة، سواء كان بعلاقة لترجع ترتبها، يمكن حتى بعمل معين كان صعب أو كان عم بتلاقي صعوبة في تسويته تظبيطه، فاليوم نهار مناسب لذلك. كما أنه نهار كتير حلو لحتى تقضيه بصحبة أهلك عائلتك، تقضي نهار حلو بجميع الأحوال، بعتبره نهار إيجابي جدا، ما تضيع ولا لحظة فيه. الأكثر حظا 24 25 نيسان أبريل، 10 11 19 20 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، بعد الضغوط موجودة لاحقتك من ميلة لميلة، سواء كان بالبيت أو وين ما رحت، يبدو وكأنه الأمور موجودة بفكرك وما عم تقدر تخلص منها، إن كان تعب، إن كان عائلة، إن كان أولاد، إن كان شغل، بكرة في انفراج مهم، فما تنزع اليوم. نصيحة، بكرة بتحس حالك إنك صرت مرتاح أكتر، إذا حدا من الأولاد مريض بكرة بتحس إنه صارت انتهت الأزمة، أجواء بانتظارك حلوة بكرة، فما تنزعها اليوم. الأنشطة يلي ما بيهدى 13-14 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان نهار بيناسبك لأنه بنشطك، أنت بحاجة تطلع من البيت، تطلع من المكتب، تغير جو، فهذا نهار بيساعدك لذلك، كما أنه هذا نهار بيساعدك على الدرس، لأنه عندك قدرة على استيعاب الأمور بسرعة، فبتستوعب الأمور، الوقت بمد معك، يعني بيساعدك الوقت، مش أنه خلص الوقت وبعد ما حلينا مثلا الدفوار، فاليوم نهار بيساعدك. قدراتك الذهنية والجسدية رح بتساعدك لحتى تتخطى مسائل ما كنت عم تقدر تتخطاها في الآونة الأخيرة، وعم بحكي من تقريبا من 28 سبتمبر لهلا. الأكثر حظا بعده 21-22 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، هيدا نهار بيطلب منك أنه تكون نوعا ما، مش أنه أكرم مع غيرك، لكن ما تكون بخيل مع غيرك، وغيرك عم بحكي تحديدا عن العائلة والأحبة يلي، أو الناس اللي بتحبهم يلي معقول يطلب منك خدمة، يلي يسألك سؤال مثلا، مش أنه ضرورة عم يطلبوا منك مال. إذا الأجواء اليوم تطلب منك أنك تكون شوي مرحرح
مع الناس من حولك، لأنه يمكن أنت كمان في لحظة معينة بهذا النهار تطلب مساعدة، خدمة، استشارة من حدا. الأكثر حظا 21-22 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء بعد أسهمك كتير قوية، نجمك بعده كتير قوي. مولود برج العذراء ما تخلي شي بعينك، اليوم نهار بيعطيك ضوء أخضر الإشارة لحتى تروح مطرح ما بدك تعمل بدك، لكن دايما طبعا ضمن حدودك أنت، ما تتخطى حدود الآخرين. إذا في عندك قصة مشربكة ملبكة فاليوم بتنحل. طبعا ضروري جدا أنه أنت كمان تاخذ الخطوة الأولى، بيكون كتير منيح. ما تنطر لحتى توصل عندك الأمور، يمكن ما توصل، يمكن هالمسألة اللي بدك إياها أنت لازم تحركها نتفي. تبقى المواليد الأوفر حظا مواليد 12-13 أيلول سبتمبر، وبضيف عليهم 23-24-28-29 آب أغسطس. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بتختلط عليك الأمور، تتردد، تحتار، ما بقى تعرف شو بدك، وبتزعل وبتبكي وبصير بده مين يهتم فيك. على أساس الأمور ماشي من امبارح، روكبت الأمور ما عادت ظابطة، بدك طول بالك، ما تنزع، صار لك شهر مقلع بقوة، هو اليوم لتستريح، ما تعذب قلبك، استريح وما تاخذ قرار، طلب بريك، طلب مهلة. بكرة وبعد بكرة رح بتكون مبسوط كتير، اليوم قضيه بهدوء برواء وبمسائل روتينية. أكثر تعبا مواليد 28-29 سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب اليوم هو نهار مفيد، مفيد نسبيا، بيساعدك تختصر امور، تجتاز عقبات، بعكس بكره، بكره بتغرق بفنجان قهوه اذا انت منك واعي مصحصح. اذا اليوم نهار بيساعدك لتقضي وقت كتير حلو، ووقت مش انه عم بتضيعه، وقت مفيد مثمر وفعال مع مين ما بدك، لانه هيدا نهار الانرجي من حوله، الطاقة كتير حلوة لما بتكون مجموع مع الآخرين، ما تبقى لحالك. 23-24 أكتوبر أنت بحاجة لمساعدة، هذا النهار معقول يساعدك. الأكثر حظا 20-22 نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس بعده غرقان بفنجان القهوة، هالدوامة عم يبرم ويبرم يبرم فيها، داخ دوختنا معك. مولود برج القوس المسؤولية ايه بعدها كبيرة، وبعدك ما فيك تستريح، بكرة بتستريح، بكرة نوعا ما فينا نقول الأجواء أفضل شوي. اليوم المسؤولية ملقاة على عاتقك، وعارف أنه أنت لازم تكون قبضاي وشادد الهمة، ما تغرق حالك أكثر. الجو متعب، هيدا شيء صحيح، ما معناته الجو مستحيل، بدك يكون عندك العزيمة والإرادة لحتى تقطع هنهار بسلام. بعتبر المواليد الأكثر تعبا نسبيا هي مواليد 23-24-25 ديسمبر. مواليد 19-20 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي بعد الظروف حلوة، ليش؟ لأنه القمر بعده موجود ببرج العذراء الترابي، الترابي صديق لإلك، يلي عم بفتح لك قدامك الأبواب اللي كانت مغلقة، هالنوافذ الصغيرة أو الكبيرة نوعا ما اللي كانت مطربقة بوجهك بلشت تفتح بوجهك. الأجواء حلوة جدا، لطيفة جدا، إيجابية ومشجعة. فيك ما تعمل شيء، لكن على الأقل لازم تاخذ طاقة إيجابية، لازم أنت تشرش حالك، تشحن ذاتك بطاقة إيجابية، لازم هيدا النهار تكون حاسس أنك مبسوط ومرتاح. كل الأمور الصعبة بتنحل اليوم، وخلصها اليوم، حلها اليوم، ما تأجل لبكرة. الأكثر تعبا 27-28 ديسمبر، 9-10 يناير كانون الثاني. الأكثر حظا نسبيا 21-22 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو بكرة أحلى، بس لأطمن لك بالك، فهالثورة يلي بدك تعملها اليوم وتشيل وتحط وتكسر الدنيا بدها تأجلها، اليوم مش وقتها، اليوم وقت تفاهم، تقارب في الآراء، زيارات متبادلة أو غير متبادلة ما بتفرق، المهم يكون عندك الهمة والنية لتصحيح الأمور. الجو متقلب صار له فترة، منه هين صحيح، لكن بتنحل، وبكرة رح بتكون مبسوط كتير. كن حذر جدا من السرعة، من المتاعب، من المشاكل، من المجازفات. 11 و12 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت.
بالنسبة لبرج الحوت أي مكان رايح عليه بيكون في احتمال وارد يكون في شخص تعرفه بيستفزك أو شخص ما بتعرفه كمان بيستفزك. في احتمال أنه يكون في لقاء كتير كتير مهم. الفيرست impression الانطباع الأول كتير مهم، فبدك تخلي البسمة على وجهك. الجو اليوم يمكن يحطك بموقف تتعرف على شخص، فمش دغري تتزمر وتبرم وجهك، خلي الابتسامة على وجهك اليوم شو ما صار. هيدا نهار كتير مهم للقاء الآخرين، للتعارف، وأيضا يمكن للارتباط لتمضي عقد. ما تنزع. 18-19 أدار مارس الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة ناشطة فعالة، بتخليك تتعرف على هوايات جديدة، بتتعرف أيضا على أشخاص وجمعيات ومؤسسات بتحس أنه أنت بتقدر تعطي فيها وتشارك فيها. هيدي السنة بتنجح فيها كل شيء وأنت عم تتعامل مع المجموعة مش لحالك. نوفمبر، مارش، أدار، وتموز، يوليو هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد دقايق. بيكون معنا جو بديكو ديزاين، خليكن معنا. رح نتابع محطاتنا وجو صار موجود معنا بحلقة جديدة من ديكو ديزاين. هلا بنعرف مع انقطاع الكهرباء بكثير من الاوقات بنضطر نطلع كثير كثير دراج يعني، وبنعمل رياضه كمان فيهم. تذكروا على فكره انه كل درجه بتطلعوها بتخسروا فيها كثير كالوريز. بس هالمره جو ما رح يحكي عن الدراج بالممرات الكبيره تبعول البنيات نفسها، انما رح يحكي داخل البيوت لما بيكون في عندكم مساحات لحتى يكون في سلالم داخل المنازل، كيف ممكن تستغلوها، كيف كنت ممكن تعملوها كمان بطريقه حلوه وتناسب البيت اللي انتم عايشين فيه. جو صباح الخير. بونجور ريدا، كيفك؟ الحمد لله كله تمام. هدول ما بيعمل فيهم رياضه الواحد بالبيت. هلا اذا بتطلع بتنزل 10 مرات مبلا اذا حاطط المطبخ فوق والتي في روم والليفينج روم تحت. اذا المطبخ فوق ايه والليفينج ايه، فكره هيدي. هيدي هون بتعمل تحرق وتحرق، بتعمل كثير ايه، بتعمل رياضه منيح. بس اذا حطيتيه اذا حاطه الليفينج روم بمطرح والاوضه النوم بمطرح كمان بتحرق. لا يعني هلا البلاد بتصور انا الليفينج روم والمطبخ اني اكثر شيء مرتبطين ببعضهم. أيه. وبعدين هي اوضه النوم لحالها عندها بعدين هيك سكشن تبعيتها. بتصور ما بحس انه واحد لانه بضل في الظاهر على المطبخ، بس يفوت على اوضه النوم خلص بحس ايه بحط اغراضه مي تبعيته اغراضه حسب شو وين كيف كانت ليلته او كيف كان نهاره، كل هيدا بتعلق. مزبوط. الموضوع مهضوم لانه في ببيروت او بلبنان بالمطلق نحن عندنا دائما كثير بيوت سقوفاتها عاليه، يعني ممكن نستفيد من ميزانين مثل ما بيقولوا، يعني طابق ثاني، او البيوت اللي عندها طابقين عندها اكسيلها طابقين. انا حبيت احكي بهالحلقه عن شغله كثير استاتيك، يعني هو الدرج بقلب البيت شغله جماليه كمان، يعني حلو يكون شكله حلو، مش بس انه والله عنا اكسيت نطلع بسلم على ثاني طابق. والشكل الحلو ما بده كثير لحتى يكون حلو، بده نتفه تنسيق وسمول ديتيلز بغيروا له شكله كله سوا، وحسب نحن حاجتنا لهالسلم كمان، يعني لوين بده يطلعنا. اذا بده يطلعنا على طابق نحن عنا اكسيت فيه عليه دائما لازم تكون درجة ريحة أو منا ريحة، يعني الستبس بده يكون عالي أو واطي، هيدا كله كمان بروبورشن بدها تكون مدروسة على هالقصة. بس السلكشن تبع الستيركيس اللي نقيتهم أنا هن كناية عن كومبوزيشن للدرج، مش درج التراديشنال اللي بنعرفه نحن، الدرجة اللي بتطلع عليها على طابق عادي. وشغلة كتير مهضومة كمان بحب أذكرها، أوقات كتير مثلا بيكون بقلب غرفة نوم
عندنا مجال نحن نعمل يعني حتى بأوض الأولاد أوقات كتير بيكون عندنا مجال نعمل تو ليفلز. كمان الدرج بتو ليفلز كمان بيعطي شكل صحيح. حلو إذا صحيح. شكله حلو وإذا اليوزنج تبعوله براتيك. وهلا رح نشوف بسلكشن بعض الصور كمان عن شو تفسير يعني كأنه بيكونوا هيك يعني طابق ونص وهي والولد كتير بحب يعني الولد مزبوط. كتير بحب الهيستوري بالقصة بصير يعمل شوية إيماج بيعمل عليها قصص بعمل وخبريات وشغلة حلوة بقى رح نشوف بعض الصور إذا صاروا جاهزين لحتى نفسر عن شو السلكشن اللي عم نحكي فيها. أوكي. بقى في بالدراج في الماتريال بيعمل فرق كبير كمان نوعية الماتريال اللي عم نستعمله. هيدا درج مثلا بياخدك على طابق تاني مهضوم كتير لانه الكومبوزيشن تبعيته بلوتو البالوسترات تبعيته يعني الحماية تبعيت الدرج اللي حتى واحد ما يوقع طالعة مثل يونت بنفس الوقت يعني بنفس الوقت فيك تكوني تحط بيبلويات تحط شي بلانتات او كتب او حيلا شي وبنفس الوقت هو درج بيطلع لفوق ومثل ما مبين انه لايت هيك يعني بتحسيس كتير سوفت لانه الدراج تبعوله منه سميكة ومنه هافي وحديد هي كومبوزيسيون حديد بقى بقلب بيت حلو هيك شيء بقلب بيت مودرن اذا عندنا هالاكسيل الطابق الثاني بهالشكل هيدا بيطلع شكله حلو ومهضوم. في اوقات بنقول نحن انه نحن ما عندنا كثير اسباس للدرج يعني المساحه اللي موجوده لحتى نطلع على ليفل ثاني منا انف بقى هالشغله كثير دقيقه انه نحن نتحكم بالسبيس تبعيتنا ويكون عندنا اذا بدك الفوليوم اللي بيأدينا حتى واحد يطلع بسهوله يعني مثلا درج مبروم كتير سهل انك توصل للطابق الثاني بدرج مبروم ايزلي من دون ما ياخذ لك مساحه كتير صحيح. كبيره من الابارتمنت او من البيت الموجود مزبوط. يعني كتير بنفوت على محلات اوقات بنلاقي انه الدرج اخذ نص المساحه يعني اخذ نص السبيس وانت نوت يعني منك بحاجه لهالاسباس كلها سوا صحيح ما بيكون ابدا بحاجه اي هي الفكره هي الاكسيل بده يطلعك وقديش انت الاستعمال يعني اذا استعمال فردي يعني اذا بقلب غرفه نوم مثلا او بقلب باساج لاوض نوم تاني طابق كمان بتفرق العمليه من شغله للتاني. بهيدي الصوره المبينه عنا في كذا الستبس مختلفين يعني احنا ما بنطلع هيك على الدرج نطلع هيك صحيح بقى هون بهيدا الديزاين لحين شوي الستبس تبع طلعتك على الدرج او النزله بلوتو فشغله مهضومه كمان وخصوصي مثل ما مبين انه البالوسترات تبعيتها حاميه الدرج كله سوا يعني شغله حلوه كثير انه هو منه اخذ كثير من عرض الكولوار وبنفس الوقت طالع بشكل هيك استاتيك يعني منه طاف ومسكر بالعكس بتحس في ترانسبرانس من خلاله بتحس في يعني خفيف ما بتحس معبى الاسباس كله سوا بس اهم شيء مثل ما قلت يعني يكون فيها الحمايه يعني اوقات مزبوط انه حلو واحد يحسه مثل كانه هيك ستراكشر انه هيك فيلتي بالهواء شوي بس كمان بالدرجه الاولى لانه اوقات كثير بيكون في اولاد صغار وبيكون صحيح. في سو عنصر الحمايه كثير اساسي صحيح. كمان انه على القليل يكون في شيء حامي مزبوط. مش يكون مفتوح الا اذا واحد عم يعتبر هيك شيء بده يحطه بمكتب بس بقلبي او ما في اكسيه او ما في اكسيه لاولاد لانه يعني ببيت بده يكون دائما في مراعاه لهذا الموضوع صحيح. اكيد صحيح هلا كمان بتفرق يعني بتفرق حاجتنا له للستيركيس يعني قديش او مين عايش بهالمطرح مثل هيدي الصوره مثلا هيدي كومبوزيسيون لدرج ما عنده بالوستراد بس هو اكسي لسكند ليفل والمهضوم فيه انه عامل بارتيشنز بين الريسبشن والكيتشن اريا يعني هيدا اكثر بيروح باستوديو دبل ليفل او شيء بقى هيدي الفكره مهضومه بتعطيك يعني بتعطي اكثر شيء ديكوراتيف يعني مثل كانه واحد عم حط ستراكشر او حط سكالتشر او حط شغله مهضومه بنص الزون في بعد صور شكله مهضومين. مثل تري هاوس هيدا ايه هيدا الدرج كانه بوصلك على تري هاوس ايه البيت اللي بحطوه الاولاد بيعملوه على الشجره صحيح
هيدي هي الفكره مهضومه. البيبليوتيك بتحسيها بارت اوف ذا ستيرز، يعني بتحسي عملوا الوول يونت ودخلوا الدرج بقلبها، يعني شغله شوي استاتيك وبنفس الوقت ما حسينا بالمونوتوني تبع تبع وجود الدرج. واكيد هيدا الشيء بينطبق على كثير محلات فينا نحن نستعين بديزاين من هالنوع، يعني مش ضروري هيدا الديفيجن تبع الوول يونت، بس فكره انه يكون في عندك باك جراوند للدرج حلوه كمان قبل ما يكون بلين وول او شغله كثير يعني سمبل وما فيها شيء. هيك عملت جملاج بالقصه، عملت شويه مارياج بالخبريه، فحلوه الكومبوزيشن مع الدرج كيف طالع. وهون بهيدي هي بتحسي بقلب غرفة أولاد مثلا، بتحسي أنه عندك بيبليوتيك بقلب الدرج، والدرج مستفيدين منه بأنه يستفيدوا منه كمان إتلاج، يعني البوكسز المحطوطين تطلع فيهم على تاني طابق كمان بتستعملي البوكس بحد ذاته، يعني بده واحد يستغلهم بداخلهم. ايه صحيح. هي حلوة الفكرة. أنا بقلب البيت بقلب الابارتمان وقت اللي عندك اكسي لطابق تاني حلو يكون، غير انك يكون في عندك اكسي انه تقدر تستفيد منه، يعني ستايل الدراج، يعني في كتير ستايل في كتير ما هيدا، بس اكيد المساحة تتحكم فينا، يعني نوعا ما اذا انت بتلاقي انه انا ما عندي كتير سبيس حط درج بدك تستغل هالزون هيدي تقدر تحط الدرج. في كومبوزيشن هون مهضومه، بلكي بنشوفها هيدي الصوره. هيدي اللي كنت عم بحكي عنه من شوي، انه نحن قسمنا الليفل على ليفل ونص. شفت الدرج من ميله وحده وبيوصل لمطرح تاني عنده الستدي اريا او بيرو او وات ايفر فوق، بقى الكومبوزيشن تبع هالعلب الموجوده عامله درج وعامله كمان مثل جار بيبليوتيك او ستورج زون كمان. وهو شغله يعني طالعه مثل تحفه فنيه، يعني هي الفكره بالشغله، لانه كمان فيها استفاده يعني كمان من السبيس. هون شغلة مهضومة كتير، حبيت بهيدا الستيركيس الفوليوم اللي نازل من فوق اللي علقين بالسقف ونازل وعامل ريليشن، تحسي للحظة انه كيف بدي نط من الدرجة التحتاني للدرجة الفوقاني، واللي هي شغلة مهضومة بالكومبوزيشن، لانه كمان اثنين ماتيريال مختلفين بقى عاطين شوية ديفيزيون مهضومة بالقصة، يعني بتلاقي في باز من تحت وبترجع بعدين مثل علبة ونازلة مع دراج بتطلع فيها على الطابق الثاني. هيدا كمان درج المهضوم فيه حبيته بهيدا الفوليوم انه عندك بالية من تحت، يعني عندك باز صغيرة كبيرة من تحت وبتطلع بدراج صغيرة واللي هني كمان محميين بالبالوسترات. يعني هيدا فينا نستعين بهيك ستيركيس بحيالة أبارتومان عنا دبل هايت فيه، أو حيالة أبارتومان عنا تو ليفلز بقلبه، لأنه سوفت وخفيف، وبتحسي كمان الدرج المعلق بشكل عام هو درج لايت، ما منحس فيه، يعني منه بلوك ومسكر مثل بالدرج العادي، يعني بدرج البنايه التراديشنال العادي. طب بالنسبه لك الفتن مثلا كمان، يعني مثلا في هون عم نشوف في منهم بيكونوا خشب في منهم بيكونوا ميتال، يعني كمان انه كمان قديش بتكون الكلفه، يعني لانه الاشكال شفناها شوي متشابهه يمكن شوي مختلفه بالديكورات او بالشكل، بس بالنسبه للماتير نفسها اللي بتم استخدامها. اقل كلفه ممكنه هي اذا واحد بده يشتغل بستركتور حديد، لانه الحديد هو صحيح كماتريو غالي، بس استاتيكلي وكلفه اكيد ارخص من انه خشب، لانه بدك تعمل ستركتور له وكذا، ويعني في 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 شغل اكثر بالخشب لحتى يكون ماكن. سو بين اثنين، يعني اذا واحد عنده الخيار بده يفكر بين اثنين وفي قصه بادجت، سو يمكن بميل اكثر للستركتشر الحديد. اكيد نحن بنرجع بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله جو بعالم الصباح. شكرا كثير لك. بعد دقائق بيكون معنا عامر باي نو، خليكن معنا.
راح نتابع محطاتنا وعامر صار موجود معنا وحلقة جديدة وآينو. صباح الخير. صباح النور عمود. كيفك؟ سواء اتوا كله تمام؟ تمام معك تمام حبيبي. اليوم رح نقول شغلة انه عامر نوز وآينو لانه هتحكي عن موضوع زوجي معه هذا الهاتف اللي رح تحكي عنه اليوم رح يكون مبسوط بالحلقة. أوكي. هو الكينج اوف موبايلز. هلا هذا الهاتف الجديد من هواوي يعني اخذ لقب كينج اوف موبايلز. عرفتي؟ مثل زوجي يعني كينج اوف كينج اوف ذا هاوس. يا لك يا جماعة. صباح الخير للمشاهدين. حنحكي عن اخر جهاز تم الاعلان عنه من هواوي وبدأ عملية طرحه ببعض الأسواق وأيضا نحن بنبلش الأسبوع الجاي بالبري أوردرز بلبنان للكينج أوف موبايلز. ليش الكينج أوف موبايلز؟ لأنه هذا الجهاز بالفعل أثبت أنه هو أعلى شيء او اكثر او اكثر جهاز بيحتوي على اجدد تكنولوجيا موجوده. غيرت بالمعادله هواوي بطريقه المنافسه يعني. اليوم انتقلت من المنافسه ب مين عضلاته اكبر من الثاني للمنافسه مين اذكى من الثاني ومين شايف اكثر من الثاني. فبهذا التليفون شافوا هواوي غير ما كانوا شايفين كل الشركات. وبالفعل ادخلوا بعض التحديثات في عالم للوهله الاولى لما سمعوا شوفي بقلب قال هالجهاز هذا انصدموا انه ما راح انه ليش. بس بعدين شوي شوي مع الايام تبين انه لا في احقيه بطرح هدول المواصفات اذا بدنا نقول او الاوبشنز او التحديثات بمجال الهاردوير على صعيد الهاردوير. اليوم عم نحكي عن جهاز مش بس تفتخري بشكله او بامكانياته بس اول جهاز كمان بيشرج جهاز ثاني وايرلس. يعني اذا انا معي جهاز بيشرج وايرلس فيني احطه على الميت 20 بيشرج لي اياه. مزبوط. فهيدا نوع من تكابر تزاكي ما بعرف شوفة حال اللي بدك انه مش بس البطارية يلي بقلب المي 20 بتكفي المي 20 بتكفي المي 20 وتليفون التانية والعائلة تبعيته. والعائلة شفت ليش فخورة انا بهالتليفون. شوف فخورة. فاليوم خاصة لانه زوجي صار له معه من شهرين يعني اقول جايبه وقتها من دبي يعني كان اول ما عم ينعمل له اللونشينج لل جوزي بالتكنولوجي لانه قول ما حدا بيسبقه معه بي 20. بي 20 هذا الميت 20. الميت 20 جمال معه هيدا التليفون. ايه هلا انا بدك ترجع تنزل لي درجه يعني لا. هلا هو كينج اوف ذا هاوس. لا 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 هيدا هو ديليتس بالبي سو بس اوكي بس هيدا كينج كمان. هيدا كينج هيدا هذا برنس لانه انعم من الميت 20. ايه احلى اصلا. خلينا نتفق انه الميت احلى اصلا. ايه الميت شاشته كبيره. ايه هيدا البي 20 انعم ارقى بمعنى انه انبل اذا بدك. ايه حبيت. الميت إيه. الميت 20 هو عباره عن تراكتور وماشي. إيه بس قوة. إيه لا لكن إيه لا انا حبيت كثير لقب برنس اكثر. إيه برنس البي 20 خلص. اكيد بي برنس. إيه. بي 20 هو اخر اصدار لهواوي بعائله البي وهو من احلى الاصدارات عند هواوي اليوم بسبب ما حمله من تحديثات بالكاميرا وبالديزاين الالوان وكل هدول الامور بالهذا. الميت 20 هو نسخة مش نبيلة نسخة مش جميلة هي إذا بنجمعهم مع بعض صار The Beauty and the Beast. والميت 20 هو البيست. البيست بكل معنى المواصفات بكبر البطارية بكبر الشاشة بديزاين اللي معمول جريندايزر يعني مثل ما أنت لابس هلأ. أنا بالنسبة لي جريندايزر ناعم. إيه لا هو الصحن الدوار يعني كمان. إيه إيه على كل حال بس قول حتى أحجامهم يعني إذا هلأ أفتح خلينا نشوفهم حد بعضهم. أكبر ما هيدا عم مع الميت 20 مع الميت مش الميت 20. اوكي خلينا لانه عم نحكي عن بري اوردرز والطرح. زميلنا عمر حاسبيني راح على دبي ليوم قضاه هنيك وقضاه مع هواوي وبالاوفيشال لانش اللي صارت بالامارات. نقلنا الاجواء عمر من دبي. هاللانش اللي صار للمنطقه اي نو كان هنيك عم يمثلوا عمر فيوتشر تي في كان هنيك. خلينا نشوف سوا هالدقيقتين كيف كانت الاجواء بدبي بالاطلاق الرسمي للمي 20 بالمنطقه. اوكي
شوف قد منه عمر هيك لو بروفايل يعني عمل كل هالشغل الحلو، بس اكيد موجه له تحيه كثير 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 كبيره لانه التغطيه حلوه بين قلب التغطيه. هو لو شوفك هناك بس ما فرجع حاله. على كل حال حفل الاطلاق كان كثير كبير بالامارات، وتم اناره برج خليفه اطول برج بالعالم بصوره الميت 20 برو وشعار هواوي موبايلز، يلي هو شيء فخر لانه هذه الشركه اليوم عم بظرف اقل من 3 سنين دخلت من برات التوب 10 صارت بالنمبر 2. فبتاكد انه في منافسه جديه صحيح. بمجال تصنيع الهواتف الموبايلز والتكنولوجيا بشكل سريع. انا اكيد المي 20 حيكون معنا، انا حملته للمي 20 لمده يومين بس ما كان فيه فرجيه كثير للعالم، كان ممنوع لانه كان بعده توب سيكريت اذا بدك، وكان بعده مش ريليست. بس هواوي بعتوا الديفايس لمده يومين وشددوا يومين بس، هذا حصتي واستعملته وكنت كثير معجب بالامكانيات اللي محطوطه بهالجهاز من جهه البطاريه ومن جهه اذا بدك سرعه الاداء. اليوم اكيد رح يكون معنا التليفون، رح الجهاز الموبايل، انا ما رح اسميه بقى موبايل، هو اكثر من موبايل صراحه، رح اقول ليش هلا، بس رح يكون معنا بالاسابيع القادمه لنعمل له بروبر ريفيو. بس خليني اقول لك شغله، انه هذا اول جهاز بينزل عليه الكيرن 980 اللي هو البروسيسور او السوكت او السيستم يلي عم بيشغله العقل اللي عم بيشغله من اقوى اهم الاس او سي بالعالم اليوم يلي بقلبه بيلت ان ارتفيشال انتليجنس. هالجهاز مبني على القدرات المعطات له عن طريق هالاس او سي بالارتفيشال انتليجنس والامكانيات باستعمالها بكثير محلات وخاصه بتحديد وجهه استهلاك الجهاز، وبالتالي تحديد قديش بدك باور وقديش بدك بروسيسنج سبيد وقديش بدك كلرز وقديش بدك كل هالقصص هدول. فالجهاز بيعرف شو عم تستعمله على الأساس، بجير لك الطاقات بقلبه تا يعطيك أفضل خدمة. والبطارية اللي هي من أكبر البطاريات الموجودين، مشان هيك يمكن بتزيد على هاللقب هذا King of Mobiles. والديزاين من وراء اللي بيضم 3 كاميرات وسنسرات اللي لها up to 40 ميجا بيكسل مثل البي 20 اللي اخذ التكنولوجيا اللي محطوطه بالبرنس بالبي 20. واخر شغله اللي راح اقولها عنه للجهاز الموبايل لهالسمارت ديفايس اذا بدك عن جد الذكي، انه بصمه الاصبع صارت تحت الشاشه، اي من وراء ما بتشوفيها، ما بتشوفها بالخالص، صارت بالشاشه. اها اوكي، يعني ليقدروا يكتسبوا اكبر مسافه ريشيو سكرين فيرس سكرين فيرسز بودي ريشيو، يعني قديش تحتل السكرين من الجهاز، تحتل السكرين اعلى نسبه. اليوم عم نحكي اب تو 90% من الجهاز، على امل اكيد السرعه وايضا خدمه الانترنت وكل الامور اللي موجوده عندنا تقدر تواكب كل هالتطورات، لانه فعلا هذا هو اللي نحن بحاجه له. كل الجهود اللي عم تنوضع من قبل الشركات العامه والخاصه لحتى تقدر تخلينا اكيد نحس انه نحن عن جد عم يكون عندنا تليفون بده يسحب كل هالسرعه، بده يعطينا خدمه اكبر، بس بالنهايه كمان في شبكه كامله بدها تساعده لحاله. مش رح يعمل معجزات، هو كينج بس ما معه عصا سحريه. بقى شكرا كثير عامر، شوفك اسبوع ان شاء الله جيد ان شاء الله عموره. رح ننتقل هلا لحتى نشوف ساره وبدايه تحضيرها لاطباقها ورشه ملح. صباح الخير من جديد. نحن مثل ما قلنا عنا 3 بلايات سلاد وتشيز كيك، نو بيك تشيز كيك ما بده فرن، وعنا الجراتان البطاطا يلي رح ندخلها غير انجريدينتس، غير البطاطا غير الخضره، رح ندخلها لحمه وصنوبر، هيك بتكون فيكون بلا كومبلي، ولقطين كمان بعد ما خلصنا من موسم اللقطين. بس رح بلش اليوم بالسلاد. السلاد تبعيتنا كنايه عن مثل العاده ورق اخضر، انا مستعمله الروك كات، فيكن تنقوا اي نوع ورق بدكن اياه. عندي تفاحه حمراء كمان فيها تكون صفراء بس تكون قاسيه، اوكي رح اقصها ترانشات. اول شيء خليني انظفها،
ما بنقشرها لانه رح نقصها ترانشات رفيعه. اوكي. وبهيدا الوقت رح حط مقلي على النار و مع شوية زبدة. شوية زبدة. اوكي. وشوية زيت زيتون. شوي مشان ما تحترق الزبدة. اوكي. وراح نقص التفاح. بدنا هيك نقلب التفاح بالزبدة. اوكي. ونحط لهم بندق على الوصفة وقت تاخذوها عن السكرين. رح تلاقوا بندق. انا اليوم جبت معي لوز لحتى اعطيكم اوبسيون تاني. فوالا. اوكي. خلينا نغلف شوي كل شقف التفاح بالزبده الموجوده ونشتغل شوي على نار عالية لانه نحن ما بدنا نسويهم يعني. خليهم يحمروا لانه نحن بدنا اياهم يحمروا ما يستووا، انه ما في شيء لحتى يستوي، بنعلي النار لحتى ناخذ هيدي النتيجه. دريسنج هو كنايه عن ديجون الانسيان او الخردل يلي فيه حبوب وخل التفاح. كمان خذوا الانجريدينتس اكزاكتلي عن السكرين. زيت الزيتون. ملح وبهار. اوكي. انا رح اوقف عند هاي المرحله وبنرجع لعند غيدا وبشوفكم بغير فقره من ورشه ملح. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق. حسن بيكون معنا، خليكم معنا. رح نتابع محطاتنا وحسن صار موجود معنا بالاستوديو وما بدها هالقد. الرئيس الامريكي الشهير الراحل جون اف كينيدي قال ask not what you can do for your country, ask what you can do for your country. هذا هو فعلا الموضوع الكثير اساسي اللي دائما بنفكر فيه، قديش نحن فينا نعمل لوطننا وما نضل ناطرينه هو يعمل اشياء كرمالنا. اليوم رح يحكي عن هالموضوع حسن لحتى يفسر كل هالتفاصيل ويحسس الناس فعلا انه في اشياء اوقات بننساها واوقات بنتغاضى عنها واوقات بنتكل على غيرنا لحتى يقدر يساعدنا بحياتنا. حسون صباح الخير. صباح النور، كيفك ايدا؟ الحمد لله. يعني قديش عن جد هالقول الماثور اذا فينا نقول لهالرئيس اللي ما عطوه كثير فرصه لحتى يؤدي اذا فينا نقول مهامه الرسميه كرئيس من بعد ما تم اغتياله، انما ترك فعلا هالجمله اللي بعتبرها انا عن جد كثير اساسيه وكثير مهمه كل واحد يفكر فيها، بس اوقات ما بياخذها الواحد هيك، بياخذها هيك من المسلمات او ما بفكر فيها حتى. مزبوط. اليوم انا طلع معي الموضوع قد ما وين ما عم بروح بلبنان عم بسمع نيجاتيف فايبس، عم بسمع اشياء نيجاتيف، وناطرين الحكومه لتتشكل، وناطرين كذا وناطرين كذا، وينية الدوله وعشر اولاد عنده خيي، يعني صار وين ما بتروحي في سلبيات. ما حدا سال حاله اليوم انا شو في اعمل لهالبلد، دائما عم ناطرين البلد ليعمل لهم شيء. بدي بلش بنقط نحن صغيره، نقط كثير صغيره نعملها، نبلش نعملها، نشوف شويه تغييرات بالبلد، يعني مثلا من واجب المواطن انه يعرف القانون ويتعلم القانون ويطبق القانون. وحده من يومين كنت باحد المحلات الرسميه، ما حاحكي ما حجيب سيره وين كنت، بس كله محطوط على الحيطان ممنوع التدخين ممنوع التدخين. ما في مكتب فت عليه الا ما في تدخين. مصيبه المصايب. يعني انا اليوم عم بحكي اذا انا عارفين القانون وعم بطلب بتطبيق القانون بس انا ما عم بطبق القانون.
سو اول شغله بده يعملها المواطن هو يطبق القانون. مظبوط. يطبق القانون بقصة الدخان. من ابسط الامور. من ابسط الامور 100%، بلا بالسواقه اليوم كل العالم عم بتشكوا بينية الدولة حوادث، وكل يوم في قتيل، وكل يوم في جرحى. اخي طب ما شفتوا انتم حالكم كيف عم تسوقوا؟ هالمواطن هيدا اللي عم يتهم الدولة بالحوادث اللي عم بتصير وبالطرقات، انت شايف حالك كيف عم تسوق؟ اليوم عم نسوق بسرعة، عم نعمل بتوينات، ما بنحترم قانون السير ابدا، اليوم انا على الاشارة الخضراء ما بمشي. بتطلع اذا في حدا جاي من الميل الثاني ولو اشاره خضراء، لانه بعرف انه معظم الناس ما يحترمون الاشاره الخضراء. سو قبل ما طالب بالدوله شو عم بتعمل لي، خلينا انا بلش طبق هول القوانين. مزبوط. يعني انا بعرف ناس يعني فشلوا بالاختبارات السير اللي كانوا عم يعملوها برا، مثلا لتسي بكندا لحتى يحصلوا على رخصه السير، لما كانوا عم يجربوا يحصلوا على الباسبور خسروا اكثر من او فشلوا اكثر من مره بالامتحان، لانه كانوا كل ما يوقفوا على اشاره خضراء دغري يحطوا مثلا شويه فران، يقولوا لهم هذا الشيء بيخسركم، يقولوا له نحن يا زلمه عندنا بلبنان ما فينا انه اذا اشاره خضراء نضل فاتحين، بدنا نوقف نخفف شوي لنطمن انه صحيح. اكيد من كل الجهات كله بيلتزم، لانه ما فيك تتاكد من حدا، لا حتى من السياره ولا من الموتو ولا حتى من المارين على الطرقات. صحيح. انا بدي احكي كمان الشغله كثير عم تزعجنا، تكوني ماشيه بالسياره فجاه بيوقف السير، بيجي واحد بينظف سيارته، بنظف كل شيء بالسياره وبكبها بالطريق، وبيجي بيقول البلد موسخ، مين عم بوسخ البلد اصلا؟ بتطلعي على الجبل بتشوفي مناظر بتاخذ العقل، الطريق كلياتها زباله، طب اليوم مين عم يعمل هالزبالات كلياتهم؟ يعني هل وما حدا يقول انه بس الطبقه اللي بتكون عامله او لا 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 لا. بتشوف اهم السيارات، سوري يعني بتشوف اهم الاشخاص دغري خلصوا اغراضهم، كبوا الكبايه، كبوا من هون الكيس، كبوا من هون، انه يلي بكب قفي انه هيدا مش لكم البلد، ما عندهم اي مشكل انه يوسخوا البلد ويتهموا اخر شيء وينية الدوله. مظبوط. انا اليوم بدي بلش نظف بحالي، انا سيارتي بدي احط فيها كيس وكبه بالزباله، البيت انا بدي اطلب من كل بنايه عندها ناطور بالبنايه، وكل البنايات عندها ناطور، في بكنسوا الجراج تبع البنايه وبكبون على الطريق. اخي ليش؟ ما هيدا الطريق، انا بكره الهواء بيرجع برجع هول الوسخات اللي عندك على البنايه، معلش اذا بده واحد بنظف الرصيف تبعه والشارع تبعه ما بصير له شيء اذا كل ناطور نظف ينظف البلد عنا. هلا كثير دارج الكلاب بالبلد، وانا عندي كلب، ما معقول يوسخ الكلاب على الطرقات، يعني شو هال، انا بدي اقلد الغرب انه يكون عندي كلب بكل بيت في كلب، كثير منيح بس أكيد. ولكن بتروح على اوروبا وامريكا ما في وسخ كلاب بالطرقات هالقد. أنا ما ضروري نعرف كل واحد انه هو عنده كلب، يعني انه خليه بالعكس تنزلوا بسطوا فيه بالبيت، تنزلوا كسدروه، تنزلوا مشوه، ما هو مفروض مسؤولية يكون الكلب. صح. تنزلوا تعطوه من وقتكم وتنزلوا تشيلوا كل شيء بتركه، يعني هو مش ذنبه، هو حزين نازل حتى يقضي مزنبه. هو الكلب نازل يقضي حاجته بالطريق، يعني مش ذنبه هو يقعد يفكر وين ويفتش فتش على كيس الزبالة لحتى يقضي حاجته هناك. صار بدك تمشي غيدة على الكورنيش بين حقل الألغام، يعني كلياته وسخ، يعني ما بصير هذا الشيء، هذا اللي عم نحكي مسؤولية المواطن. مزبوط. كمان على الكورنيش البزر بالأرض، الأكل بالأرض، سلة زبالة موجودة بلزقه لشخص بيمسك القنينة وبيشلفها على البحر، يا أخي ليش؟ ليه؟ إنه مبسوط عم تكب على البحر، شوي صعب توصل. لا بلزقه بلزقه بس هو ما بيشوفها، هو بحس انه هي بدي اقطع فشختين لحتى احط، انه خلص مش حرزاني يلا شو حتزيد، هيك يعني بصير. هدول غير النويز بولوشن، اليوم نحكي انه بيروت فيها نويز بولوشن، فيها اصوات كثير مزعجه، معظم موتورات المي اليوم صار في موتورات صامته بالليل، شيء ما لا يطاق، يا اخي حقه الموتور $100 معلش تغير او حط له صامت كاتم، مش معقول الاصوات اللي عم بتكون بالبلد، اصوات الموتورات الاشطمانات، هيدا كله شو الزمامير، شو الزمامير، ليش اذا واحد واقف على اشاره خضراء شو عم تزمر له ورا، شو بيطير؟ وبعدنا شو بنقول؟ وينية الدوله، وينية الدوله. طب هيدا انه هيدا التوشه هيدي اللي عم تطوشكم وعم تطوش اللي حواليكم، انه حتى بعجقه سير، طب واحد شو اللي قدامك شو بيعمل؟ بيطير اذا زمرت له؟ صحيح. يعني انه شو بده يعمل بالنهايه؟ زمامير زمامير، وهيدا الشيء مش راح نوصل له نتيجه، يعني عالفاضي، انه خلصنا. لا مش بس هيك زمامير، وبعدين سوري اوقات بس يفتحوا شبابيك ويحطوا اغاني، هدول بتكون اوقات اغاني الندب، يعني هدول عن جد فعلا في اوقات ثقافه الاغاني الندب يعني شيء بيقتل، يعني كمان في ثقافه عندنا، في عندنا حس، عندنا موسيقى بتاخذ العقل بلبنان، عندنا موسيقى رائعه، مش ضروري نحط هذه الموسيقى اللي بتنتف بتصير بتحس حالك بدك تكب حالك من السياره. صح. هيدا الشيء كثير كثير ضروري، او اللي بيجربوا الموتوراتهم او الفر والبوتو اللي بيفخط الاشابمون تبعه ليعمل صوت سريع بين حاله فيراري. فيراري ما بتعمل هالقد. صحيح. وحده من مسؤوليات المواطن كمان انه وقف سبريدنج نيجاتيف فايبس، حاج تحكوا بامور سلبيه كل الوقت. مزبوط. اليوم الحكي اللي عم بصير، الاشاعات اللي عم بتصير بالبلد اكبر بكثير من الواقع.
انا اليوم قد ما عم بعمل اشاعات تجي بتسالي شخص كيف الشغل مثل هالبلد الحاله زفت يا اخي لا الحاله ما انا زفت انا بعرف انك عم تعمل مصاري ليش بتضلك عم بتنق هالقد لما بخافوا يحسدون اوقات غير الحسد هذا اذا قالوا ماشي حالنا بخافوا انه اه بيعمل مصاري اه ايه بصير بس شو عم بتعمل هيدي غيدا عم بتخلي الناس اللي عم بتصدق هذا شيء تكمش عم بكمش انا بطل بدي اصرف بطل بدي ادفع لسبلاير سبعوا لي عم بصير في ضائقه ماليه بالبلد ما حدا عم يدفع لحدا لانه خوفانين شو بده يصير وناطرين الحكومه يا اخي شو خصك انت بالحكومه انت اليوم شو دخلك بالحكومه الحكومه في حكومه ولا ما في حكومه انت شو عم تعمل شو بدك تقول لاولادك بكره اذا ما عندك قصه تدفع ما عندك مصاري تدفع قسط اولادك بتقول بعد ما شكل الحكومه شو خصهم هن اليوم انت عليك مسؤوليه كثير كبيره انك توقف هالنيجاتيف فايبس هيدي نشرات الاخبار نشره نعوي ما بقى تحضروا اخبار ما بقى تحضروا يعني اخبار عن جد ما بقى تحضروا اخبار انا هيدي وحده من وسائل الدفاع تبعولي عن حياتي وعن نفسيتي ما بقى احضر اخبار لا اخبار ولا برامج حواريه سياسيه لانه ما لهم عازي بالضبط وبعدين بصير تحكي مع التلفزيون بتصير بتجاوبهم انت وعم تحكي بتصير صح. تغلي ببيتك سو لشو بدك تحضرهم اتركهم هن يدبروا حالهم وبس يعملوا شيء مثلا بالاخر مفيد حتعرف فيه بالاخر الخبر الحلو دغري حينتشر خبر شو بدك فيه اصلا عم ينعاد صار له 40 سنه بالبلد بالضبط وحده من الامور اللي لازم انا اعملها كمواطن هو ساعد الكوميونتي اللي حواليه يعني فولنتيرنج الواحد نربي اولادنا على التطوع مزبوط. العمل التطوعي نزال ساعد الناس المحتاجين نزال ساعد الناس الاقل حظا بهالحياه أعلم الأولاد أنه نحن لازم نساعد المجتمع مش أنه بس شغلتنا نطلع مصاري ونصرف على الأشياء اللي نحن بنحبها وهالأشياء ونعمل سمول بروجيكتس علموا أولادنا نعمل سمول بروجيكتس نعمل لهم مشاريع صغيرة تنظيف شط اليوم في شيء اسمه كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي بدنا نشجع الشركات كمان يعملوا سوشيال ريسبونسابيلتي يدعموا المجتمع ينظفوا الشوارع يساعدوا الآخرين انا بدي اقول شغله في اثنين سيركلز بالحياه سيركل اوف كونسرن وسيركل اوف انفلوينس في امور انا مهتم فيها بحياتي هيدي الامور لا بتقدم ولا بتاخر يعني مثلا السياسه تبعيت الدوله انا ما خصني فيها الضرائب ما خصني فيها بس انا شو في اعمل انا لازم ركز على دائره التاثير تبعيتي غيدا شو في اعمل انا اليوم في غير البيهيفير تبعي انا بدي انطلق هون من 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 اي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم Be the change you want to see in this world. Be the change you want to see in Lebanon. أنت كون أنت التغيير اللي بدك تشوفه بالبلد. اليوم كل الوقت بدي تغيير بدي تغيير بدي تغيير بيقولوا إنه العالم كله بدأ تغيير بس ما حدا بده يتغير. أبداً أبداً. بلش تغير أنت. ومش حق علي روح أشوفه غيري حق غيري. صحيح. مش أنا حق غيري شوف المكتب اللي حدي. كله بكب دغري على الطابل اللي حده دغري البين بوم بيشتغل دغري. يعني ما بدي أعمل دعاية بس اليوم بأخمد عمل حملة كتير كبيرة شو وقفت علي. هيدي الحملة كتير مهمة شو وقفت علي ايه وقفت عليك ايه اليوم وقفت عليك فتح الحنفية هالقد ما تطفي بريز ما تطفي الكهرباء انت وظاهر تكب زبالة بالشارع ايه وقفت عليك لما انا بضلني اطلع بالشخص السيء وقارن حالي فيه حصير سيء مثله اكيد لا خليه هو يتعلم انه يصير مثلي خليني اكون ذا بيتر اكزامبل سو خليني ركز على الاشياء اللي فيها غيرها انا شو في غير اليوم في غير تصرفاتي في ادفع الضرائب تبعولي اليوم ما بدي اقول لك نسبه بس اكثر من 90% من الشركات بيتهربوا من الضرائب صحيح ما في اوديتور بلبنان ما عنده فوق الطاوله وتحت الطاوله يا اخي طب كيف بدك هالدوله تصير اذا انت عم تسرقها ليل نهار كيف بدك الكهرباء اليوم الكهرباء كل معظم الناس عم بيسرقوا كهرباء وما بيدفعوا فواتير وما بيدفعوا بلديه وما بيدفعوا تاكسيات واخر شيء شو بيقولوا الدوله شو عم تعمل اخي انت شو عم تعمل انت اليوم انت شو عم تعمل من واجب المواطن اليوم انه يصوت اليوم كل الناس عم بتنق على الطبقه السياسيه بالبلد بغض النظر عن مين منيح مين مش منيح عم بنقوا على الطبقه السياسيه اجاكم فرصه بالانتخابات اليوم نص الشعب اللبناني ما نزل صوت اذا مش اكثر لا انا مثل ما عرفنا 51% صوتوا صح؟ يعني 51% من الناس اللي لازم تصوت صوتت. طيب في 50% يعني 49% من الناس ما صوتت وهو اللي عم بتنقل يا اخي طب انت شو عملت؟ من حقك كان تنزل تصوت تقول انا هيدا ما بدي هذا الشخص بدي هذا الشخص. هن كلهم عم بينقوا كل ال 100 اللي صوت عم بينقوا واللي ما صوت عم بينقوا كلهم عم بيصوتوا بصرخوا يعني صحيح. مش بس عم بيصوتوا بالصناديق اينشتاين بيقول وحده المجنون اللي بيعتقد انه حياخذ نتيجه مختلفه اذا عاد الشغله مرارا وتكرارا، اليوم عم ترجع تنتخب نفس الناس، شو بتتوقع؟ شو متوقعين تغيير يعني حقك انت اليوم واجبك انك تنزل تصوت، اذا بدك تنزل تصوت لهول الناس ما تنق
انت اخترتهم وعارفين شو حيعملوا، عارفين شو البوتنشل تبعولهم. اللي بده يعمل تغيير المفروض يصوت لحدا تاني. انا ما عم بقول كل السياسيين عاطلين، لكن لا اكيد ما في واحد يشمل كل الناس بولا مجال من دون شك، ولكن معظمهم عاطلين. صحيح للاسف الشديد. اليوم انا كمواطن من واجبي انه احترم حقوق الاخرين واعتقادات الاخرين واراء الاخرين وتقبل الاخر. هذا الشخص عايش معي بالبلد. اليوم انا بدي اتعرف على غيدة، بدي اعرف شو عائلتها، من اي ضيعه هي، لا اعرف سنيه شيعيه درزيه مسيحيه. يعني حتى وهي اهم شيء هذا بصيروا بعدين حتى يبلشوا يبنوا عليه معتقداتهم. لا اعرف اذا بحبك ولا ما بحبك، لا اعرف اذا بساعدك ولا ما بساعدك، لا اعرف اذا حتعاون معك ولا لا، بس بالضروري اعرف الطائفه. لانه اذا ما عرفت الطائفه تبعيتي ما فينا نبني بلد. ومنتهم الدوله ومنتهم السياسيين، اذا نحن هيك كما تكونوا يولى عليكم. بدكم تغيير بالبلد، بدكم تبلشوا تغيروا بحالكم صراحة. الناس هن السبب، وهن اللي انتخبوا هول السياسيين، وهن اللي عملوا هول الطبقة السياسية. إذا بدكم تغيير بهالبلد لازم تبلشوا تغيروا بحالكم. وحتى أنا بلاقي أهم شيء لازم يكون في مفهوم العقاب فعلا، كل واحد يتعاقب على فعله. يعني إن كان من أدنى مركز، إن كان بأي مكان، بأي شركة، بأي مركز، إن كان مركز بمكان خاص أو بمكان عام، لازم بقى يتم مجال. يعني هيدي فرض العقوبة لازم تصير موجودة، لأنه ما في حدا عن جد بيتربى إلا ما يصير في عليه عقوبة. وعقوبة فعلا ما بيقدر يطلع منا اذا بطل فلان او بطل علتين او انا بعرف هيدا وشو بدك ومش عارف مع مين عم تحكي وكل هالامور، وتليفون واحد ولا هلا بفرجيكم وانت مين وخلص انا بفرجيكم، وتاني نهار بيكون ببيته ولا عامل شيء بس بيكون دفع وبطل. هيدا الكتير كتير مهمه عن جد، لازم بقى واحد يتبعها، واحد يفكر انه ويطالب فيها. وبده واحد ينزل يعترض على هيدا الامور، وبده يعترض على شخص معين، على شركه معينه او على شخص مسؤول بالدوله، ينزل يعترض على باب بيته او على باب مكتبه. ما يعترض بنص الطريق ويعرق الحياة كل المواطنين التانيين. يعني اوريدي يرحمونا، لانه بكفينا اوريدي العجقه اللي موجوده، نحن مش قادرين نخلص منها. سو اخذوا مواقفكم عند الاشخاص نفسهم، عاقبوا الشخص نفسه، ما تعاقبوا كل الشعب اللبناني معكم. هيدي كتير كتير اساسيه، العقاب ثم العقاب ثم العقاب. انا هذا والديسيبلين والاحترام القوانين والاعتراف بالخطا فضيله، والاعتذار كتير كتير مهم. كل هدول الأمور هني كمان أخلاق إنسانية لازم واحد يتبعها لحتى يقدر فعلا يشعر بالمواطنية ويحس حاله أنه هو قادر يعمل شيء لبلده، لأنه هذا البلد لإلنا ولولادنا بالدرجة الأولى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يسمعونا الناس ويطبقوا، وأنا كتير متفائل بالمستقبل. إن شاء الله إن شاء الله. ونحن هيدا الشيء دائما منفكر فيه قديش صحيح، لأنه نحن إيجابيين ونحن متفائلين. قد ما منشوف أمور كتير كتير صعبة، قد ما منشوف أوقات النفق عم بيضيق، ما بقى عم نشوف بطرفه ولا بصيص أمل، بس منضل منشوف نقطة أمل وشعاع. وإن شاء الله يا رب نقدر نوصل له قريبا جدا، لأنه فعلا نحن بحاجة لإله، لأنه هيدا البلد بيستحق واحد ينعاش فيه، لأنه كل الناس اللي عاشوا براته قدروا قيمته حتى بعد أكثر وأكثر وأكثر. وصدقوني هيدا من تجارب شخصية لكتير ناس محيطين فينا كلنا. حسون نشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. بون ويكند. مرسي. أكيد، ومثل ما قلت لهم أنا هني مش عم بيقدروا يعملوها، خلص يسلمونا إياها يا عمي، وما بدنا نقبض عليها، يسلمونا إياها يجربونا. إذا خلينا نشوف شو فينا نعمل. عم جرب نلاقي حلول نحن وياهم، يعني على كل الأحوال. راح نتابع محطاتنا بعد دقايق، خليكن معنا. رح نتابع محطاتنا. بنعرف قديش في طاقات لبنانية كبيرة، في مواهب لبنانية كبيرة، لهالسبب اليوم حبينا نحكي عن هالموضوع مع ضيوفنا بالستوديو لحتى يخبرونا عن آخر معرض ابتدى من يومين، وهن بان خاطر من بانز جاليري، وأيضا سيموم هنا فنان ومدير مشروع لبنيز تالنس. بان وسيموم صباح الخير، وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بالستوديو عالم الصباح. خلينا نبلش معك ونحكي شوي ونعرف عن بانز جاليري، اللي اكيد هيك عندها مشاريع عديده، انما هالمره خطوا تجربه مع تالنتس بيروت او لبنيز تالنتس اذا فينا نقول. بقى كيف ابتديتوا عملكم وصولا لهالاكزيبيشن هلا؟ اوكي، بانز جاليري هي اتس ان اونلاين ارت بلاتفورم لفنانين كلهم ايمرجينج ارتست. من عم نضوي اكثر شيء على الميدل ايسترن كونتريز، وهلا بدنا نفوت شوي بالافريكان ارت كمان. بلشنا انا وسيمون، كنا اشتغلنا سوا على بالبلاتفورم، هو كان فنان ببانزي
جاليري، وبعدين قررنا انه نفوت بفكره لبنيس تالنتس اللي هي فكره سيمون. اشتغلنا عليها ووقفتنا، انا فتت بانزي فتت ان كولابوريشن مع لبنيس تالنتس تتضوي على الفن اللبناني اكثر وتندعم هيدا الكونسبت اللي هو كثير انترستينج، يلي عملنا الاكزيبيشن من يومين وكان كثير عليه انه فيري نايس فيدباكس. لا كفي اكيد بعدي عم بقول نعم عم بسمع نعم اوكي ايه فكان عليه فيري نايس فيدباك لانه بيسكلي ات واز ا نيو كونسبت كومبليتلي ديفرنت كان يلي هو انه اول شيء بس عم بيركز على الفنانين اللبنانيه، غير هيك هو انه معنا فنانين كثير كبار بالفن اللبناني وفي منهم يونج تالنتس، وبنفس الوقت كل سنه بنفوت وان ارتست يلي هو فنان كتير موهبة جديدة منضوي عليها كتير ومنجرب ننميها تنوصلها لمحل. سو هيدي السنة هيك عملنا هيك بالمعرض وإيه اشتغلنا أنا وسيمو على هيدي الشغلة. وهون كمان من نحكي مع سيمو، يعني مثل ما ذكرنا المواهب كتيرة ومثل ما عم تقول بان كمان في موضوع كتير كتير مهم اللي هو الإمرجينج أرتست، هالشباب الصغار اللي عندهم هالحماس واللي هن كمان أكتر أشخاص معنيين بموضوع كل شيء له علاقة أونلاين، يعني في يمكن فنانين مخضرمين أكتر أو من الجيل الأكبر يعني بفضلوا يمكن أوقات مثلا يعني المعارض إذا فينا نقول الواقعية على الأرض مش إنه بس تكون موجودة ديجيتال او على الاونلاين بلاتفورم. بقى كيف قدرتوا تجمعوا كل هالاجيال كمان مع بعضهم ضمن اطار عملكم بليبنيز تالنتس؟ وي هلا كليبنيز تالنتس نحن هلا مثل ما قالت بان افتتحنا من يومين الفيزيكال جاليري، يعني حتكون دائما معرض دائم، كل شهرين في معرض جديد. هلا كاول معرض في مثل البقاء اذا بدك مثل الفن اللبناني فنانين مهمين جدا. في ايمرجينج ارتست مثل ما حكينا كم حدا، وفي كمان يونج تالنت اللي رايان عيد كمان فوتناها السنه. هي بلشت لبنيس تالنتس يعني هيك كنا عم نتحدث، يعني بلشت الفكره بلشت شيء بيرسونال، يعني انا بحب يكون عندي لوحه لحدا اكس او ايجراج من الفنانين اللبنانيين اللي هن اسعارهم بالنسبه لي غير معقوله جدا. وجانا عملنا ستادي صغير انتبهنا انه حتى بلبنان اذا بنحكي من الستينات لهلا في بس طبقه، مع انه عم نحكي الطبقات يعني، بس انه في طبقه هن الاغنياء عم يقدروا يشتروا الفن، يعني اذا عم نحكي ريل ارت، وفي الطبق الميدل كلاس او اللي عاشوا بحقبه تبعيتهم كمان قدروا يعيشوا وقدروا يحصلوا عليهم، يا ستينات سبعينات ثمانينات. اذا ميدل كلاس والطبقه الفقيره او عامه الشعب مثلنا يعني طبعا مش قادرين يحصلوا على فن او ريل ارتست، مع انه الفن اللبناني في فن لبناني مهم وواصل بكل انحاء العالم ونحن عندنا ما حتى بنعرف فيهم بعض الفنانين. فقلنا ليه ما نجرب نعمل شيء تصير اكسسيبل هالفن او هاللوحات لكل العالم، وكان هذا المشروع واثبت نجاحه وتفاجئنا حتى قد ايه كان ناجح من يومين، انه كل العالم تحمست كل العالم كذا، وخصوصا مثلا معنا مثل شاه خوري اني كركوجيان محمد عبد الله وغيرهم فنانين كثير معروفين وصاروا بمتناول الجميع. فهدفنا انه يكون الفن اللبناني بكل بيت ويوصل قد ما فينا لانحاء العالم لكل العالم مش بس لعالم معين، وهيدا اللي عم جرب نشتغل عليه مثل ما كانت سبعه عم تقول بان. طب كيف قدرتوا تتواصلوا كمان مع كل هالكمان الفنانين، يعني تقدروا تحكوا معهم لحتى تقدروا تعرضوا لوحاتهم او اعمالهم الفنيه من كل هالسنوات القديمه، يعني اذا عم نحكي من الستينات لغايه اليوم، لحتى يكونوا موجودين اونلاين ومن بعدها ترجعوا تقدروا تعملوا هالمعرض الفيزيكال على الارض بالمعرض اللي بلش هلا هي شوي يعني بس واحد كمان الابروش انه تيجي جاليري عم تحكي الفنان دائما في هيدا الشيء هيك انه بياخذ ركيول الفنان. يمكن كمان لان احنا انه عندنا اصحابنا او انا فنان او كذا بفيت شوي بالدومين كان شوي اهين، وبعدين الفنانين حتى لو حدا معروف او مهم او تحمسوا كثير للفكره لان فكره جديده ومهضومه وكله ديفورما هيك صغار وعم بيوصل فنهم للجيل الجديد، يعني ما هي بدهم اكيد بدهم ينعرفوا من الجيل الجديد 100% انه شيء هيك ثقافي، يعني هي كمان اتس ستيتمنت اكثر ما هي جاليري وجاي واحد عم يعمل جاليري ومعاد، لا انه هي شيء حبينا نعمله نضوي مزبوط على الفن اللبناني، فاكيد تحمسوا كثير. قديش تقريبا عدد الفنانين المشاركين يعني حالياً. او عدد اللوحات تقريبا كمان الموجوده؟ لوحات في كثير لوحات، تقريبا في تقريبا 75 لوحه. الفنانين في 9 فنانين مشاركين. اوكي. لاحقا حيكون في فنانين بعد، هلا للمعرض هيدا هو هيدا كان العدد. اوريدي عدد كبير. حتى الجاليريز اللي برات لبنان كثير عم يتحمسوا انه بس شافوا الكونسيبت وفكره جديده وهيك مهضومه حابين يفوتوا وكمان يضووا على الفن اللبناني بكذا بلد. هلا ما حابين نحكي ايه نعملها وساعتها بنرجع نحكي عنها. اكيد الموضوع. اكيد يعني لانه بنعرف انه العمل مش سهل ابدا لحتى ينشغل ويتجمع مع كل هالفنانين، مثل ما قلت يعني في فنانين بيكون عندهم اوقات يعني مش عارفين كيف بدهم يفوتوا بهيك مجال لانه بيحسوا حالهم
كليا بعاد عنه، وفي ناس بالعكس بدهم يفوتوا ليتعرف عليهم الجيل مزبوط. الجديد طب هون كمان العرض صار ببانزي جاليري كمان يعني بالتحديد ولا وين صار؟ بانزي هي اونلاين جاليري اللي بنعمله هو انه بنعمل اكزيبيشنز كل شيء شهرين ثلاثه، بناخذ الديفرنت لوكيشنز بنعمل ويست مود، دائما بننقي لوكيشن ديفرنت كرمال تكون مثلا تتطابق وبتلبق مع مثلا الارت نفسه، عرفتي؟ سو ليكون انه تخلقي هول مود سوا. ف every time we have a different location. بس هالمره كان الاكزيبيشن بارت كورنر، ارت كورنر يلي هو فتح محل جديد على صيفي شارع الاساسي. ارت كورنر هو محل بيبيع كل شيء غراض للارت، ومن تو اتس مالتي فانكشنال بليس، يعني في استوديو وين بيعلموا ارت، سيمون بيعلم هنيك، وفي كوفي شوب تجمع للارتست شوي هيك، وسمول جاليري اللي هي الجاليري اللي حتكون بيرمننت للبنيس تالنتس. وكيف رح يكونوا معروضين اللوحات؟ بالجاليري معروضين كلهم، معروضين كلهم يعني كل رح يكون على اي ماتيريال؟ يعني رح يكونوا في اشياء رح تكون مثلا ديجيتلي مثلا موجودين ديجيتال، ولا كمان كلهم عم بيكونوا بشكل فيزيكال؟ كله فيزيكال باحجام صغيره مثلا صغيرة. على شو؟ على اي ماتيريال؟ على كانفاسز؟ على في اشياء على كانفاسز، وعنا اشياء وركس اون بيبر. هو بس انه الفكره انه الحجم هو انه متوحد لكل البيسز. وغير هيك الكونسبت اللي كنا عم نجرب نعمله بلبنيس تالنتس انه حيكون في بوكسز، وبهالبوكسز في مور فرايتي، وهدول بيكونوا انه ارت هالقد ونوت فريمد، سو مثل كانه جراب اند جو، انه تو ميك ارت عن جد اكسسبل لدرجه انه ما بدها تكون هالقد، اتس نوت ساتش ا بيج ديل، يو كان جاست جراب اند تيك ات اند جو، عرفتي؟ سو عندنا فرايتي بقلب بوكسز، وبنفس الوقت الباقي المعرض انه معروض فيزيكلي موجود. ممكن شراء يعني كمان بعض هاللوحات؟ اكيد، كثير كنا الحمد لله يعني كنا فيري سكسسفل بالاوبننج، حسينا شفنا انه الفيدباك كان كثير حلو، وناس بتحب الارت وناس ما عن جد بتحب الارت، كله كان محمس بس لانه الاسعار كانت كثير مقبوله، وانه الاسعار كانت كثير مقبوله والبيسز كانوا كثير حلوين. طب هون كمان يعني بدنا نحكي عن مثلا موضوع كمان مشاركه بالمعارض، يعني لانه في فنانين من مخضرمين يعني من كذا جيل، من الجيل الاكبر ومن الجيل الاصغر، يعني ابرز الاشخاص اللي كانوا موجودين كمان كيف شفتوا الاجيال اللي كانت موجوده، ومين اكثر كمان فنانين او مين اكثر اشخاص مشاركين غير الفنانين كمان تحمسوا يشتروا هيك لوحات؟ هني اكثر شيء الفكره انه لما عم هو يعني لما عم بتفوتي مع بعضهم كذا ارتست سوا، الفكره انه تقدري تعملي سيلكشن مزبوطه، تعملي سيلكشن انه ما ولا ارتست يضارب على الثاني، ويضلوا نيفو مرتب ويكون في كيوريشن حلوه للمعرض. فاكيد شفنا كثير انه كان في كثير حماس على الارتست الجديد اسمه رايان عيد، هو انه هيز ا فيري يونغ تالنت عمره 18 سنه، واللي هلا تم يعني او مثل ما بيقول تم ادخاله لاول معرض له 18 سنه. نعم ايه، واول معرض له، فالعالم تحمست لانه اكيد الاسعار كانت بعد ارخص، فكمان انه تحسي كانه عم بتشجعي تالنت جديد، وما عم تحسسيه كانه هو انه مخنوق بكومبيتيشن، لا، لانه هدوليك شيء ثاني، يعني الارتست الثانيين هن ميوزيوم ارتست ما دخلهم بالنيفو تبعه، كمان كثير كان في ناس عم تشتري منهم لانهم اسامي كبار، وبنفس الوقت اسعارهم بعدها مقبوله، يعني مثل ما قال لك سيمو فنان مثل شارل خوري، انه انا اكيد دائما بحب يكون عندي لوحه منه، سو اي واز ايبل تو اشتري ثلاثه منهم مثلا صغار، عرفتي؟ بس يكون اسعارهم مقبول، وهني اوريدي فريمد يعني كمان على كانفاسز، بس اوريجينال بيسز، والحلو فيه انه كمان بالالوان يعني كله كمان نفس الشيء بالالوان، لا بس اوريجينال بيس يعني كل واحد بياس يونيك، يعني مش حتى ديليتو، ما هذا اللي جربنا نعمله الغير ما هذه هي يعمل. حتى يحسوها موجوده وين. عندهم بالبيت مثل القطعه الاساسيه يعني وين مزبوط، بس هي قطعه اساسيه من اوريجينال بيس، منا برنت منا ليتو منا شيء، يعني نوعيتها مثل كانه واحد فعلا حدا يعني عم يعني بيحصل عليها من الفنان من الفنان نفسه. والمعرض رح يستمر من امتى لايمتى؟ باقي تقريبا لاول السنه، ايه لاول جانيوري مظبوط. اوكي حيكون في مثل كمان ايفنت صغير على قبل كريسمس، وكمان كل شهرين حيكون في معرض جديد مع فنانين جداد، وان شاء الله بنضوي على كل الفن اللي ان شاء الله ان شاء الله اكيد حيكون كل يوم كل يوم ما عدا الاحد بالمعرض. وهيدي كمان يعني عم نجرب يعني كمان ستيتمنت او فكره اللبنانيه ستانس، انه نضوي على الهويه التشكيليه اللبنانيه بشكل خاص، ونضوي عليها بخصوصيتها وبجماليتها وبابعادها كلهم. من اي ساعه لاي ساعه المعرض؟
من الثمانية للتسعة. ثمانية للتسعة. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لكم، أكيد كل التوفيق إن شاء الله لهالأعمال، لأنه فعلا حلو يحس حاله كل شخص بيحب الفن يكون عنده لوحة لفنانين بيحبهم كثير، إن كانوا مخضرمين وإن كانوا جداد، لدعم كمان كل هالأعمال الفنية، وحتى ببيته بمكتبه وين ما هو بده. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. رح نتابع محطاتنا، وسارة صارت بانتظارنا، ورشة ملح. ورجعنا رح نكفي السلاد يلي بلشناها ب نعمل يعني نقلب التفاح واللوز بالزبده، هول هن يعطينيهم لون، ما رح يتحمصوا هن، بس انه اهم شيء انه نعطيهم لون. عند الروكيت مثل ما قلت لكم جهزتهم، رح صف التفاح واللوز. اوكي، عطول الفواكه بالاخص يلي بتبقى هيك فيها شوي طعمة حلو وقت تتقلب بالزبده، بحس هيك الزبده بتطلع منها نكهات طيبه. هلا عم نحكي بكميه زبده صغيره مثل ما شفتوا. اوكي، وبحط شويه لوز. انا اللوز زدتهم بس بلشوا التفاحات يحمروا حطيتهم، لانه كمان ما بدي اياهم يحترقوا. اوكي، لكن الريسيبي اللي حتشوفوها على الشاشه هي السلاد التفاح مع جبنه الروكفور. هيدي جبنه الروكفور رح زيدها كمان بايدي هيك بايدكم، بتقسموها بتفرفتوها اذا بدكم. بتعرفوا انا شخصيا مش كتير من محبي هيدي الجبنه، بس مع هيدا الميلانج التفاح الحلو شوي المقلب بالزبده، هلا رح نزيد عنب كمان، يعني في شويه سويتنس طاغيه بهيدي السلاد. اوكي، رح احط عنب، عندي عنب اسود قصيتهم. حط شوي، وبدل عند ال عم بستعمل البروشوتو يلي هو لحم خنزير مقدد ايطالي، يلي بحب يستبدله بشي تاني بيقدر يستعمل ال نسينا هلا اسمه، هلا بتذكر لكم. اوكي، انف بحب وقت هيك فجأة بصير معي هيك بلوك اسود. هون انتم مش بحاجة لكتير قطع، انا جايبة 4 ترانشات وراح اقص كل ترانش. فوالا، الوصفة الثانية اللي رح نشتغل عليها هي البطاطا جراتان. هي شقفة، هن ترانشات بيكونوا كتير رقاق. اوكي، لكن هول هني، وهيدي الدريسنج اللي حضرناه انا رح احطها فوقها وروح على لعند غيدا. شكرا ساره، اكيد رح نتابع محطاتنا بعد دقائق. ضيوفنا معنا باستوديو، خليكن معنا. رح نتابع محطاتنا، وهلا ضيفتنا رح تكون معنا لحتى نحكي عن متحف لبنان جديد ضمن اطار الحلو بلبنان.
بمنطقة الهري اللي دايما بنفكر فيها انه كأنه منطقة بعيدة جدا بشمال لبنان، اليوم رح نحكي عن متحف نابو اللي هو متنفس ثقافي جديد، رح تخبرنا عنه بالتفاصيل اكثر اليوم نيكول يونس، وهي استاذة محاضرة بكلية الفنون بالجامعة اللبنانية. نيكول صباح الخير. صباح النور. واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. يعني فعلا متحف مثل ما هيك بيقولوا اوقات بيكون في امور صعب واحد يقدر يجمعها بمكان واحد، خاصة لما بتكون بتعود لسنوات وألاف السنين إذا فينا نقول صحيح. إلى الخلف، وفيها عدد كمان من المواد المختلفة اللي موجودة فيها صحيح. تمثيل، لوحات، كتب، وكل كل هالأمور صحيح. أول شيء خلينا نبدأ بمكان المتحف، يعني كونه بمنطقة الهري اللي مثل ما قلنا بنعتبرها مكان كتير كتير بعيد بشمال لبنان، قديش فعلا اختيار هالمنطقة بالذات حبيته يكون موجود لحتى لإنعاش هالمنطقة وفتحها أمام السواح أيضا واللبنانيين اللي ما بيعرفوا هيك مناطق؟ هلا منطقة الهري منا هالقد بعيدة، يعني هي بمرحلة وسطية بين بيروت وأقصى الشمال. هي منطقة سياحية بامتياز، هي منطقة على البحر وتتيح الفرصة للاستمتاع الفعلي بالتحف وباللوحات الفنية. صحيح صحيح. إنما مثل ما هيك حبيت بس ركز على الموضوع لحتى نلغي أوقات يعني التساؤلات اللي بتكون عند الناس إنه بعيدة أو إنه صعب الوصول لها، لأنه أوقات بيفكروا إنه لا إنه يشي كتير بعيد، مع إنه هي مثل ما ذكرتي ما أنا بعيدة أبدا، وهي أوريدي كمان مكان جميل للسياحة والاستجمام أيضا من الجميع، من اللبنانيين بالدرجة الأولى ومن الأشخاص القادمين من الخارج. متحف نابو فعلا هو اسمه أول شيء كتير ملفت، لأنه خلينا نعرف المشاهدين بالأول على معنى كلمة نابو. نابو هو الإله الأول للمعرفة وال كل ما هو ثقافي، هو إله الحكمة بأقدم حضارة إنسانية عرفتها البشرية يلي هي بحضارة بلاد ما بين النهرين، حضارة ميزوبوتاميا. فهذا الإله ذكر أيضا في التوراة لاحقا في العهد القديم في سفر إرميا وفي سفر أشعيا، هو إله الحكمة، إله المعرفة، وإله الكتابة بشكل أساسي. يعني أول تواصل إنساني كان ببلاد ما بين النهرين، وكان الإنسان حينها أراد أن يؤله هذا التواصل، أن يؤله هذه المعرفة، فصنع إلها اسمه نابو. فمن هون انطلق أو هذه كانت انطلاقة خيار اسم نابو لاستحضار هذا الإرث المعرفي والحضاري والفكري والثقافي من تاريخنا، من تاريخ هذه المنطقة، وبمطرح معين المقارنة بين واقعنا مع واقعنا الحالي. نعم. واستنهاض الهمم باتجاه إحياء تراثنا الحقيقي الفعلي يلي هو تراث ثقافي وفكري وإنساني وحضاري عظيم. نعم فعلا هذا هو الموضوع الأساسي اللي راح يتناوله هالمتحف، اللي هو متحف لأنه منه معرض، إنما هو موجود صحيح. على مدار السنة لحتى الناس تقدر تتعرف عليه. نعم. وبيضمن عدد كتير كبير من المواد مثل ما ذكرنا صحيح. يعني من كل الأمور الفنية اللي ممكن واحد يفكر فيها صحيح. من كل هالعصور القديمة جدا يعني اللي هي فعلا فيها كتير من الأيقونات، من التماثيل، من الكتب صحيح. من اللوحات صحيح. فعلا كيف قدرتوا تجمعوا هالكم الهائل من المواد وتجمعوها ضمن إطار هالمتحف؟ هي بالحقيقة مبادرة لثلاث أصدقاء شركاء هن السيد بدر الحاج والسيد فداء جديد والسيد جواد عدرا. هن أصدقاء وشركاء قرروا بدوافع متنوعة، دافعين، دافع أساسي ودافع تقني وعملي، يلي هو لبنان موقع على اتفاقيات دولية لحماية الآثار، لحماية المعالم الطبيعية، منها طبعا عام 1982 الاتفاقية اللي تضمن حماية المعالم الطبيعية والأثرية، وثم لاحقا من 1990 اتفاقية اليونسكو، انضم لبنان إلى اتفاقية اليونسكو. نعم. فكان لحماية الآثار. فإذا كان في مبادرة كتير مهمة
من قبل هيدي المجموعة من المقطنين لحتى يحموا هذه الأثار. ثم أتى لاحقا المرسوم من وزارة الثقافة اللبنانية بآذار 2016 تقريبا. نعم. وهذا المرسوم يشجع ويرمي إلى تنظيم جردة للأثار، فشجع كل المقطنين لحتى يبلغوا عن هذه الأثار ويحطوها يعني يصنفوها بمديرية الأثار وأن توضع بمتناول الناس كل الناس. فكان هذه المبادرة التقنية بشكل أساسي، ثم كان هناك دافع آخر وهو دافع معنوي ودافع فكري وثقافي، يلي هو أنه هيدول الناس قرروا ما يكون المادة اللي حازوا عليها هي مادة شخصية وفردية وذاتية، ولكن يشاركوها مع كل الناس ببلدهم، لأنه هذا إرث عام، إرث ليس فقط لبلادنا، لبلاد لهذا الساحل الشرقي البحر الأبيض المتوسط، للبنان وفلسطين والأردن ومصر والعراق إلى آخره. لا، هو إرث إنساني، لأنه هذه الحضارة التي تعود إلى أكثر من 4000 سنة، هذه الحضارة هي حضارة إنسانية. صحيح. أولا وأخيرا، وما يجعلها مهمة أنه هي فعلا ما في حتى اليوم ولا أي أثر يسبق الأثر الحضاري القائم بذاته ببلاد ما بين النهرين. وهون في مجموعات كثير كبيرة، كثير مهمة وكثير نادرة، حاولوا أنه يحموها الشركاء عبر هذا المتحف، خاصة وأنه يعني القطع كثيرة، المواد كثيرة، والحضارات كثيرة اللي تم اختيار هالقطع منها. يعني كيف قدرتوا تجمعوا كل هالأشياء اللي جمعت لحتى تنزل ضمن إطار المتحف؟ يعني في مقتنين مثل ما قلتي شخصيين حبوا يشاركون مع الناس، بس في كمان أماكن أوقات من الصعوبة واحد يقدر يجمع كل هالمواد ويقدر فعلا يصنفها أنه هي أهل أو هي عندها الكفاءة أو هي مؤهلة لحتى تنزل ضمن إطار هالحضارات وتكون بتعبر عن هالحضارة نفسها. صحيح. كيف قدرتوا تجمعوهم كلهم ضمن إطار هالمعرض، يعني هالمتحف؟ قديش هو كبروا، يعني قديش مساحته المتحف تقريبا؟ المساحة ما بعرف بالضبط، بس بعرف عدد القطع، عدد القطع يتراوح بين 1000 و1500 قطعة أثرية هامة جدا، من رقم وخزفيات وزجاجيات وتحف صغيرة ومنحوتات وغيرها. عم نحكي بحضارة الحضارة السومرية، يعني بمواد سومرية، أكادية، أشورية، فرعونية، حتى فينيقية. في 66 مسلة فينيقية هون فينا نشوفهم. نعم، هذا الكتاب اللي نعم، هدول مسلات فينيقية فعلا طبعا نادرة ومن الأهمية، يعني بحيث أنه ممكن أي إنسان لبنان، مفترض أي إنسان لبناني يجي يتعرف على هذا الإرث. إضافة إلى هدول المسلات منفرجيون هولي مثلا، بديك للمشاهدين اكيد انه هذا ارث هام جدا طبعا، والكتاب كثير كثير كبير. نعم. وفي كثير، في كم هائل من هون، اذا عم نشوف هون، لا عم نغطي، هيدي هي هون الصوره، الصور هون نشوفهم. طبعا هناك ايضا قطع أخرى، مثلا هناك 44 قطعة استردت بمواجهة فعلا هامة جدا، كان استحوذ عليها أو استولى عليها الجنرال الصهيوني موشي ديان، فكمان رجعوا استردت بمواجهة كتير كبيرة قبل ما يتم استرداد أيضا حقوق الفلسطينيين كلها. طبعا هون فعلا يعني قطع جميلة، قطع نادرة جدا وهامة جدا. نعم. وتعني كل إنسان في هذه المنطقة، يعني هذا تراثنا، هذه حضارتنا، وبشكل خاص أنه نحن يعني مؤخرا في السنوات الأخيرة كان في هجمة تدميرية على الآثار وعلى الإرث الحضاري. صحيح. الكبير اللي عنا هون في مواد فعلا استثنائية. إيه هون كمان المواد اللي تم استردادها، يعني نعم، مثل ما ذكرتي. صحيح. كلها أثار فلسطينية تم استردادها. نعم صحيح، وحتى نعم. من جنوب لبنان. أها نعم. نعم. وراح نفرجيهم الكفر تبع هيدا الكتاب، وهيدا الكفر. ها نعم. ها
فتابعي تابعي دكتور. نعم طبعا نضيف انه ليس يعني المتحف لا يحوي فقط القطع الأثرية وانما يحوي ايضا مجموعة ضخمة وهامة جدا تتراوح بين 400 الى 500 لوحة فنية من كبار الفنانين التشكيليين في المنطقة العربية ومختلف المحترفات. نعم. التشكيلية العربية سواء من اللبنانيين او السوريين او العراقيين الفنانين العراقيين أو غيرهم، يعني في عنا أسماء كتير كبيرة. والأهم بين هذه المجموعات مجموعة خاصة واستثنائية ونادرة للفنان اللبناني الكبير صليب الدويهي. والمهم في هذه المجموعة أن الفنان بذاته قد اختارها بمعية صديقه بدر الحاج وهو من مؤسسي المتحف. نعم. ففعلا في هذا كمان هذا الوجود الشخصي كمان يعني طبعاً كمان والمشاركة الشخصية من قبل أحد الأشخاص اللي يعني المعنيين بهيك موضوع. صحيح. كمان قديش بيعطي غنى كمان. صحيح. بعد صحيح. بعد أكثر. هلا هون في من شهر تم افتتاح كمان المتحف. نعم. إنما أيضا هلا في عنوان لمعرض اسمه قرون من الإبداع. صحيح. قرون. نعم. من الإبداع إذا بدنا نجرب ببساطة نحكي عنه لأنه هو قرون هو الأفضل إنه الترجمة الإنجليزية أدق اللي هي ميلينيا أوف كرياتيفيتي يعني ألفيات من الإبداع. هو فعلا خيط من الاستتيك الثقافية والفنية البصرية الجمالية يلي عم تربط كل التاريخ الحضاري من ميزوبوتاميا إلى الآن مع الآر كونتمبوران والآر مودرن. يعني ممكن نلاقي بقلب المتحف لوحة لجبران خليل جبران دغري حد عمل لكاتيا ترابولسي مثلا كونتمبوران، وبنفس الوقت ممكن يكون حده بريق فينيقي من الزجاجيات، ممكن حده إيفات أشقر من تاني مال إلان الخال. ففي مجموعة كتير ضخمة من الأعمال تمازجت، يعني كان في مثل تزاوج عبر هذا المعرض، وهذا المعرض يستمر حتى نيسان. هذا المعرض هذا قرون من الأبداع. إنما بالنسبة للمتحف يعني قديش عم تشوفوا الإقبال على المتحف من شهر لهلا، وكيف يعني كمان إذا بدنا نقول كيف مفتوح لكل الناس لحتى يجوا يزوروه، كيف عم بتحسوا كمان الزيارات تبعيته، مين أكثر الأشخاص اللي عم بيكونوا مشاركين يعني لحتى نختم لقائنا؟ التفاعل مدهش، التفاعل رائع، ما كنا متوقعين إنه يكون بهذا الشكل. بأول شهر كان في تقريبا 4000 زائر، واليوم برافو. نحن نحصي أسبوعيا ما يقارب 1500 مشارك. برافو. يعني ومن مختلف الفئات العمرية وكل الناس عندها الحشرية المعرفية لحتى تجي تحضر وتشوف وتتعرف على تاريخها وحضارتها وثقافتها وهويتها. نعم. عبر هذا المتحف. والمتحف يعني مفتوح كل يوم من الأربعاء إلى الأحد، من الأربعاء إلى الأحد. ما يسعى على أي ساعة؟ حتى 7 مساء. من 10 حتى 7 مساء، من صباحا للسبعة مساء. نعم. شكرا كثير لك نيكولو، كل التوفيق ان شاء الله لهالمتحف، لانه فعلا متحف اثري فني ثقافي كثير مهم ويغني ايضا التراث اللي احنا بحاجه له بلبنان. راح نتابع محطاتنا اكيد بعد لحظات، خليكم معنا. رح نتابع محطاتنا وعلي صار موجود معنا والسوشيال ميديا. علي صباح الخير. صباح النور. اليوم رح نحكي عن مواضيع كتير كتير مهمة مثل العادة يعني أكيد، بس عن موضوع واحد لازم نضل منتبه عليه، لأنه قديش التكنولوجيا عم بتكون فعلا مفيدة، بس قديش كمان أوقات عم نكون هيك مثل ماشيين بين حقل الألغام، يعني بده واحد ينتبه حتى ما ينط ويفقع في اللغم. 100% خصوصا من ناحية اليوم يعني حلقتنا شوي موجهة أكثر لأصحاب الشركات، للناس اللي عندها بزنسز. هون بصير عن جد حساس الموضوع، لأنه أنت كشخص عادي آخر همهم العالم، أنت شو عملتي شو حكيتي، بس اليوم لما أنت تكوني شركة وعندك براند مثل ما قلتي، حبيت هيدا التعبير حقل الألغام، يعني أقل غلطة
معقول تعمل شيء يسموه باك فاير او ترد تعمل رده فعل معاكسه جدا تسبب خسائر كبيره للشركه 100%. في شركات عالميه بيكون عندها ستوك ماركت بيقشط سعر السهم من وراء غلطه على السوشيال ميديا. هلا عنا يمكن الماركت اصغر ما بنحس بهالقصص بهالضخامه، بس بضل في تاثير على صوره الشركه قدام العالم. بس قبل خبريه لليوم، هلا صار في كثير اخبار خلال الاسبوع الماضي، واتساب بدهم يصيروا يفوتوا اعلانات بالستوريز، فيسبوك قشط عدد مستخدمينا باوروبا وبامريكا. بس الخبريه اللي حبيت نقيها هي ارتكل قريت الاعلان تبعها او التايتل تبعها بيقول انه في انفلونسر او مؤثر عم ترفع عليه شركه سناب شات دعوه لانه ما اثر بالشكل الكافي. الانفلونسرز اللي نحن شركات بتدفع له المصاري ليعملوا دعايات للفولورز تبعولهم، فهيدا شخص ما اثر بالشكل الكافي برأي سناب شات. كانوا دافعين له $60,000 ليعمل 4 بوستس عن برودكت بيعمله سناب شات اسمه سبكتكلز، اللي هو العوينات اللي فيها كاميرا. ما حط 4 بوست، حط 2 بوست. هلا عم يتفاوضوا طيب اكيد التقصير إيه؟ لا اكيد معهم اكيد اكيد. لا هيدا التقصير، بس هيدا الشيء اللي لازم يصير اصلا. اذا واحد ما تعاقب ما بيتحسن اكيد. بس ليه هلا هي الخبريه اهميتها انه نحن اول شيء للعامة الشعب يعرفوا انه اليوم كل حدا مؤثر على السوشيال ميديا في كثير منهم عم يندفع لهم ليعملوا هيدا الشيء، وللشركات يلي عم تتعامل مع هول المؤثرين انه يتابعوا. وفي كثير مؤثرين عندهم فولورز غير حقيقيين وما حيأثروا بالشكل الكافي. مزبوط. انا حبيت التايتل انه مؤثر ما اثر بالشكل المضبوط، عشان هيك نقيتها. موضوعنا اليوم 7 اخطاء الشركات بتعملها على السوشيال ميديا من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا. اول غلطه كثير كومن بنشوفها انه بتيجي شركه بتفتح، وبس نكون عم نحكي شركه يعني اليوم مين عنده على السوشيال ميديا، حتى مطاعم صغيره اليوم اصغر مطعم بيفتح على السوشيال ميديا، شركات كل الشركات اليوم عم نشوفها بلبنان حتى على السوشيال ميديا اكيد. انه نحط كونتنت او محتوى بيتعلق حصرا بشركتنا. اوكي، يعني كل شيء نحن بنحطه هو له علاقه بالبزنس تبعيتنا او بالشركه تبعيتنا. هيدي غلط. ليه؟ لانه العالم اذا ما بتحب او ما بيعني لنا ما بيعني لها شركتنا ما حيكون عندها اي دافع انه تجي وتتعرف علينا. اوكي، اليوم احنا تنجذب اشخاص جديد لازم نحط محتوى عام اكثر. هلا ما عم نحكي انه شو ما كان، لا، عن شيء له علاقه باللي نحن بنعمله ولكن منه حصرا عن شركتنا نحن. اوكي، خبريات، مواضيع، نصايح تكون مش بس انه نحن عم نحكي عن البزنس تبعيتنا. اوكي، تاني شغله كمان كثير بنشوفها اللي هي الشركات يلي ما بتتسمع للفولورز تبعولها. يعني بيجوا ناس بيكون صار في مشكله، فكل هالعالم يلي بتلحقهم على السوشيال ميديا بيروحوا بحطوا كومنت، بيصيروا يقولوا لهم هيدا الشيء ما عجبنا، هيدا الشيء مش منيح، او هيدي الاكله اللي نزلتوها بالمنيو منا طيبه. في شركات وهن للاسف يعني معظم الشركات شو بتعمل؟ انه خلص بتطنش وخلي العالم تحكي، اوكي اخر همنا شو بيقولوا، ما بنتسمع شو عم يقولوا، او اذا عندهم نصايح او اذا عندهم طلبات. هلا في كثير اعطي اكزامبلز بس ما بدنا نفوت حدا بالحياة اليوم، لانه للاسف في كثير شركات حتى عنا هون بيعملوا هيدي الاغلاط. اوكي، تالت شغلة انه كل شيء عم نعمله بالفيسبوك هو لنبيع. هيدي بسموها سيلز فوكس، انه كل بوست عم نعملها عم نجرب نبيعكم شيء. اوكي، احكونا لتشتروا هذا الغرض، احكونا لتشتروا هذا الغرض. ما بنحكي او ما بنعمل بوست الا لنجرب نبيع غرض. اوكي، العالم كثير بتنزعج من هيدي الاستراتيجي. تخيل انت اليوم حدا كل ما عم يدق بابك ليبيع غرض ما بيعني لك، بتصير تحس انه عم يستخدم هاي المنصة كبيورلي طريقة ليبيع اغراضه، منا شغلة حلوة. اوكي، رابع شغلة هي انه نحن ما نتفاعل مع الاشخاص يلي عم يحكوا معنا على الفيسبوك بيج. اوكي، مرات او على تويتر او على انستغرام، اليوم البزنس صارت وين ما كان. اوكي، ما نعمل انجيجمنت معهم، يعني نحط بوست ونروح ننام ننسى. يعني نستخدم هيدي السوشيال ميديا كأنه عم نحط دعاية على التي في.
اوكي، اكيد دعايه التي في مهمه بتوصل لكثير اشخاص، بس اليوم النيو ميديا او السوشيال ميديا بتسمح لنا نحن في تواصل نحكي مع العالم، في تواصل. يعني اليوم اذا نحن ما بدنا نحكي مع هالعالم ما نعمل صفحه. بالعكس انا في بزنسز بنصحهم انه ما يعملوا صفحه، اذا انتم ما بدكم تحكوا مع العالم او تردوا او بدكم ما بدكم تحطوا شيء الا مره بالجمعه لما تكونوا عاملين اوفر، ما تعملوا صفحه، ما انتم بغنى عنا. فكتير مهم انه نستخدم هيدا الوسيلة انه نحن نحكي مع هول الاشخاص. خامس شغلة كتير حساسة انه نمحي الكومنت النيجاتيف. اليوم كتير شركات بيجي حدا بيحكي كومنت بيقول شيء عاطل عن هيدي الشركة او بيعلق تعليق عاطل عن هيدي الشركة، بيروحوا ببلشوا يمحون، او في منهم بيتركون بس شو بيعملوا بيطنشوا. شو يعني نحن بنبقى بنشوف مثلا حطوا هيدي الشركه حطت بوست، ببلشوا العالم يعملوا كومنتس، واحد بيسالهم انه من وين في اشتري هذا الغرض، بيردوا لي واحد تاني بيقول انه انا اشتريت هذا الغرض ومنه منيح، بطنشوا بصيروا يردوا بس على الاشخاص يلي عم يحكوا شيء منيح عنهم، بصيروا اذا بدهم بيعتبروا حالهم انه عم يعملوا منيح، انه نحن ما عم نمحي المسجز العاطله. بس هيدا كمان غلط، يعني نحن اذا ما ردينا على هول الكومنتس السلبيه هيدا دليل انه الى حد ما معهم حق، ما عم نعرف نرد عليهم، ما عم نعلل او نبرر. وهيدي اوبورتونيتي يعني بعالم الماركتينج هيدي بيعتبروها فرصة، انه كل حدا عم يحكي شيء غلط عنك هيدي فرصة لإلك انه انت تعبر او تصلح صورتك هيدا الشيء. وكتير بينبسطوا العالم بس يشوفوا كومنتس انه نحن ردين عليهم وشارحين لهم انه ليه صار معك هيك، او اذا انت انزعجت من شيء نحن عاملينه احكينا لنجرب نحل هيدا الموضوع. فقدي نحن بتكبر بعين هيدي الشركة وبنحس انه هي تهتم بالزبائن تبعولها. سادس شغلة هي الأخطاء اللغوية. اليوم مين ما كان صاروا يحطوا بوست أو بيكون عندهم موظفين بيحطوا بوست على السوشيال ميديا، وشركات كبيرة بتعمل أخطاء مصيبة لغوية، مرات تايبوز، مرات أخطاء بالجملة، مرات كلمة بيكون بالغلط عامل أوتو كوركت يعني على التليفون، والشخص اللي عم يحط البوست مش منتبه. فهيدي كتير بتفرجينا أو بتدل على عدم حرفية من الشركة. مرات فيهم يكونوا أخطاء يعني بريئة، يعني عن جد انه ما بعرف الاخطاء بتصير بالنهايه، بس هيدي هون بترجع شغله الشخص يلي عم يحط هول بوست انه قبل ما يعمل بوست يقرا، انه عاده بيكونوا كلمتين جملتين منهم هالقد كثار، صح؟ فنرجع نقراهم قبل ما بروف ريدينج كثير اساسي، بروف ريدينج تنتاكد انه عم نحط شيء ما يبين فيه غلط لغوي، لانه نحن بنقول انه ماشي الحال الكل بغلط، بس نحن براند بالنهايه ما فينا نعمل اعلانات فيها اخطاء لغويه. سابع واخر شغله هي البور كاستمر سيرفيس او خدمه الزبائن العاطله. اليوم الزبائن هيدا اسوأ شيء ممكن يصير 100%، لانه هيدا اهم شغله عن جد. دائما زبون بحيالله شركه بحيالله مكان بحيالله مطعم وين ما كان، اهم شيء عنده والانطباع الاساسي اللي بيتركه عنده اول ما بيفوت الى هيدا الشركه او هيدا المكان، واول ما بيترك من هالشركه او هالمكان، هي الكاستمر سيرفيس تبعيته هي اللي بتعلق بذهنه اكثر شيء. بعرف يعني انا من حالي معنا هول الاشخاص، انا في محلات بس بفوت من بس من كفي من الكلمتين مثلا اللي بشوفهم او بسمعهم ما بعود بدعس هالمكان 100% 100% بفهمي. واليوم العالم عم تتوقع انه لما نحن نحكي مع شركه عبر السوشيال ميديا يساعدونا، مش يطنشوا او يقولوا لنا دقوا على هيدا الرقم. اليوم في كثير شركات انه بنجرب نسالها انه اوكي شو سعر هيدا الغرض، او اي ساعة بتفتحوا بيقولوا لنا اوكي رد دقوا على هيدا الرقم لتعرفوا. بين بون بين بون هيدا شيء كثير غلط. اليوم السوشيال ميديا عم تسمح لنا انه نحن نتعاطى مع هو العالم، والناس بتتوقع انه يوصلها جواب عن طريق السوشيال ميديا، لو بدي دق لك دقيت لك. فاليوم بس حدا يسالنا نحن كشركة على السوشيال ميديا بليز نرد عليه. اوكي نعمل شغلنا نحن داخليا ونجيب له الجواب 100%. واذا نحن عم انه في شركات بتتعامل مع شركة ثانية ما بيكون عندها الجواب. اوكي يعني اذا الشركة ماخذة الاعلانات عبر السوشيال ميديا ما عندها كل الاجوبة، هون لازم مثل ما قلتي يعملوا شغلهم داخليا ويكون الجواب موجود. يعني هيدا الزبون بفضل ينطر ما عليه ساعتين ثلاثة نهار، بس بالنهاية يوصلوا جواب، جواب وافي انه بليز دق على هيدا الرقم لنحن نجاوبك. اوكي وبنشوفها عند كثير شركات عم يحطوا دق لنا دق لنا دق لنا وما بيحلوا المشكلة عن طريق السوشيال ميديا. اوكي هيدي كانت شغلة كمان كثير مهمة ل يكون عندنا، يعني اذا بدي كل السبعه اذا اتبعناهم كلهم
نعطي صوره احلى للشركه تبعيتنا. اكيد، واهم شيء ما بقى يعملوا دعايه بتتدلت تتكرر لانه بتصير بتكره الشركه. إيه الدعايات اللي بتتكرر هاي كمان كتير كتير. اهم شيء تريفاجو 100%. اليوم يعني هي صارت استراتيجيه. في ناس بتقول لك دعايات بتعلق بالراس، بس في استراتيجيات انه ما بتكرهك الدعايه 100%. انا معك بهذا الشيء. بتكرهك الموقع. بعمل دونت شو مي ذس اد اني مور، بتصير بتكرهك الموقع. بالختام من نصيحه اليوم، نصيحه بما انه عم نحكي مع البزنسز، حنضلنا عم نحكي مع البزنسز باخر نصيحه. شغله كثير كثير بسيطه يا اصحاب الشركات على الفيسبوك، حطوا رقم التليفون، حطوا العنوان، حطوا الخريطة، حطوا ساعات العمل، لأنه الناس عم تفوت على الفيسبوك بيجز لتبحث عن هيدي المعلومات. والفيسبوك بيج والتويتر يعني كلهم في مكان لنحنا نحط هيدي المعلومات، فحرام انه ما نستفيد منها. صحيح. نحطها لهيدي المعلومات، ما بتاخذ منها شيء. مره واحده اول ما نخلق الصفحه والناس بيصير عم تحصل على هيدي الاجوبه بكبسه زر بلا ما يضلوا يسالونا. صحيح، كثير كثير مهم ساعه الافتتاح وساعه اللي بسكروا هالمكان المعين. شكرا كثير علي، بنشوفك الاسبوع الجاي بعد لحظات منتابع، خليكن معنا. تابع محطاتنا، في اشياء عم تطلع من الفرن، في روايح كتير طيبة، بس نحن ناطرين كل الأطباق لحتى تخلص مع سارة ورشة ملح. قبل سارة شفت، تخيلي قد ما اتخذت بالطبخات الطيبة، تخيلي شو نسيت بالسينما. ايه على كل الأحوال أفلام عديدة موجودة حاليا بصالاتنا السينمائية. بدي أقولكم أنه كفر نحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بعده موجود بكل نجاح بكل صالاتنا السينمائية اللبنانية. أكيد للي بعد ما حضروا شو ناطر، روح شوفوا على الشاشة الكبيرة. وبدي أقول كمان فيلم المخرج بهيج حجاج جود مورنينج لازم تروحوا تشوفوه، لأنه فعلا فيلم كتير حلو، فيلم رايق، فيلم مهضوم، فيلم بيحكي عن جيل من الأشخاص ما بنحكي عنهم بالعادة، الأشخاص المسنين، وفي ثلاث أجيال بخلال الفيلم، وهو فعلا فيلم كتير حلو لجابرييل يمين، رودريك سليمان، مايا داغر، والممثل اللي رحل مباشرة من بعد تصوير الفيلم عادل شاهين. جود مورنينج وأفلام أخيرة، وأيضا هلأ بالصلاة بوهيميان رابسدي للي بيحبوا كوينز، وأكيد كلنا منهم راح يكون نزل هلأ بصلاتنا السينمائية أيضا، وأفلام عديدة بالسينما. كل حرفين ود. جود مورنينج غنوة. حلو اسمك، ليش بهيك؟ بحكي لكم عن نكتة. اسمعوا هالنكتة. يا مسيو. زلمة عمره 70 سنة عم بتخبرني كات. ممثلة مصرية فتحية ما بتزعل رزقية. يا غنوة يا غرامي يا دمعي يا ابتسامي. انت اي وحدة بتتجوز؟ المحجبة اكيد أأمن. مرتك مش محجبة. ضمن افلام الاسبوع الفيلم اللبناني الكوميدي جود مورنينج عن جنرال سابق وطبيب سابق بالجيش بيروحوا كل يوم على نفس المقهى ليحلوا كلمات متقاطعة للحفاظ على ذكرتهم، وهنيك بيلتقوا دايما بصحفي وبيصيروا أصدقاء مع الصبية اللي بتشتغل بالمقهى، مع عادل شاهين، جابرييل يمين، رودريك سليمان، ومايا داغر، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين. الكتابة لرشيد الضعيف والإخراج لبهيج حجاج. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Merci, général. Je lui ai mis ma tête bien et ma fini à recommencer ma bête. Jamais. Il y a fait un fichard de dahi. Chou. Il y a fait un fichard de dahi. Chou. Il y a fait un fichard de dahi. Chou. Il y a fait un fichard de dahi. Chou. Il y a fait منكون منكون مهزوم. دول عيلة كويسين. ده حافظ كويس، راجل بخيل جدا، بس مش دي مشكلته. مشكلته الحقيقية مراته بوسي كويس، نشطة في حقوق الحيوان وعندها جمعية بوسي جات لحماية الفراخ البيضاء. أبو بوسي عارف كويس، راجل عدل وأكبر كويس في الكويسين. عيلة الكويسين بقى مش لاقيين مظهر كويس. عملية إيه دي يا أخويا؟ عملية القرموط القرموزي.
رجلي انت كويس يا ابني؟ انا كويس بس انا هتيه متاه من اهلي. ما انت لازم تبقى كويس يا ضلال يا صايع. والفيلم العربي الكوميدي الكويسين عن مفتاح وشقيقته غزال، وهن ثنائي متخصص بالنصب، وبيكتشف الأول وجود جوهرة ثمينة بمنزل عائلة الكويسين، فبقرر انتحال شخصية ابنه المفقود من سنوات طويلة لاختراق العائلة، مع حسين فهمي، أحمد فهمي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، تارا عماد، وبمشاركة الفنان مدحت صالح. العيلة دي كويسين في ايه بالظبط؟ انت فاكرني؟ ما تخافيش انا مش ناسيكي. مفيش حد هيمشي من هنا، كل افراد موتوا. ارميها في البسين. هي عملت دب، مش مفروض تعمل تش؟ ما هو غالبا البسين الناحية التانية. A time of mystery, expectations. Who knows what might happen? The film fantasy The Nutcracker and the Four Realms, بنسختين 2D و3D. الفيلم مرتكز على الرواية القصيرة الشهيرة The Nutcracker and the Mouse King لETA هوفمان، عن صبية بتنجذب إلى عالم سحري مليء بجنود من الجينجر بريد وجيش من الفئران. البطولة لماكنزي فوي، كيرا نايتلي، هيلين ميرن، ومورغان فريمان، والإخراج للاسي هولستروم وجو جونستون. Time has come. فإذن بعد هالجولة شوفوا الجولة اللي عم بتصير عنا هون بالمطبخ مع سارة ورشة ملح. جولة سريعة، شو صار عنا وشو خلص؟ السلاد مثل ما شفتوا خلصت. هلأ مثل ما قلت لكم رح بلش بالجراتان البطاطا. عم نستعمل فيها لقطين، أنا قصيت شقفة من اللقطينة بعد ما قشرتها حوالي 400 جرام وبرشتهم، أوكي؟ برشتهم على الميلة الكبيرة من المبرشة. وكمان عنا لحمة مفرومة وصنوبر، هول خلينا نحضرهم إذا بدكن على جنب، ما نخلطهم مع خلطة البصل والثوم واللقطين. حضرتهم بشوية زيت، ملح وبهار وصنوبر واللحمات، أوكي؟ هلا أوريدي أنا عندي بصل بالمقلاية، أوكي؟ بدي دبلهم لحتى أرجع زد لهم ثوم وارجع حط اللقطين يلي برشناه ونطبخهم. ما بدها عمليه، ما بدها كثير وقت. رح زيد شويه ثوم اوكي. هيدي بتكون اول مرحله، بنكون حضرنا الخضره. المرحله الثانيه هي الصوص بلانش، الصوص البيشاميل يلي رح نحضرها لحنا هلا. واكيد فيكم ان باراليل اللي انتم عم تعملوا الخضره تسلقوا البطاطا. عندنا كيلو بطاطا حسب بالوصفه، كيلو بطاطا بيعملوا صينيه اكيد اكبر من هاي، بس انا نقيت وحده صغيره للوقت بس. بتعملكم صينيه كبيره، بتقصون ترانشات، خلوا ترانشات تقريبا بنفس السماكه لحتى يستووا بنفس الطريقه. فيكم شغلتين، يا اما تسلقون على الاخير بس ما يفرطوا ويهتروا، يعني بس تتركبوا الاكل بالصينيه بتفوت على الفرن بس الوقت لحتى تذوب الجبنه، او فيكم تسلقون ثلاث ارباع سلقه وتكفوا الطبخ تبع البطاطا بالفرن. انا هلا سلقتهم على الاخير تقريبا،
نترك الثوم شي 30 ثانيه بنحركه مع البصل قبل ما نضيف غير انجريدينتس يلي هي اللقطين بس لحتى هيك يطلعوا الريحه والنكهه فوالا والبصله عندنا دبلت وهول هن اللقطينات هلا انا برش شوي اكثر اللقطين بهيدي الطريقه برجع نرجع لنفس الفكره اذا كان عندكم اولاد بهيدي الطريقه وقت تطبخون مزبوط يعني هلا من تقلبون على النار منيح وبتتركون يستوى عن جد ببطلوا يعطوا طعمه وببطلوا يبينوا اصلا مع اللحمه هلا والصوص بلانش بس هو اضافه طيبه كثير لهيدا البلا رح حط ملح انا بحط شويه ملح زياده وقت يكون في لقطين فوالا شويه بهار ابيض وبهار اسود يعني النكهات البيزكس فوالا هلا رح اقلبهم شوي وننتقل دغري للصوص البشاميل صوص البشاميل بدنا نبلشها بالزبده اول شيء الكانتيتي يلي موجوده على الشاشه على الريسيبي بالريسيبي على الشاشه مثل ما قلت لكم هي بتعمل صينيه كبيره كيلو بطاطا وهيدا بدها الكانتيتي يلي محطوطه على الشاشه تقريبا شي 75 جرام زبده واربع ملاعق طحين و600 مللتر حليب اوكي انا هلا عم بعمل اقل رح احط نص الكميه نترك الزبده وهون ما بدنا نخلط زيت وزبده بدنا بس زبده اوكي نترك الزبده تدوب قبل ما نزيد لها ملاعق الطحين شوي هون الشغل بده يكون سريع يعني بس نضيف الطحين بدنا نحركهم نتركهم على النار كمان لحتى شي دقيقة يعني لحتى يصيروا هيك شوي على شوي ذهبي يعني بس نبلش نزيد الحليب بدنا نحرك بسرعة قويت شوي النار على هول فينا بهيدا الوقت لكن الدبة الزبدة لأنه بدي إياها تدوب فينا نحط البطاطا أوكي نصفها فينا نصفها بطريقة هيك شيك ومرتبة وفينا نحطهم حسب قد ايه مستعجلين هلا أنا إن بتوين يعني بين اثنين إذا عم تستعملوا للكانتيتي اللي شايفينها على الشاشة، كانتيتي الريسيبي اللي عم تاخذوها على الشاشة. إذا عم تستعملوا صينية مش كتير كبيرة فيكم تعملوا بطاطا رق بطاطا رق من الخليط اللي هلا عم نحضره ترجعوا تحطوا بطاطا ترجعوا تحطوا يعني تعملوها كذا كذا لاير، أوكي؟ هلا أنا رح أعملها لاير وحدة لأنه صينيتي صغيرة. أوكي؟ والزبدة عندي دابت رح حط ملعقتين طحين واحرك ما تعطلوا هم هي رح تجمع هيك بتحسوها جمعت مثل البات خلوكم عم
يعني خلوه على النار حركوها شوي. حأتركها شوي على النار وصف البطاطا تبعولي. كانت لقلي الصوص البشاميل شيء يعني بدي اعمل صوص بشاميل شيء كتير عويص. اوكي رح اشيلها شوي عن النار لحتى احط الحليب. تنتبهوا بس اول شيء رد على النار شوي على نار وسط. خليكم عم بتحركوا وما تعطلوا هم اذا هيك عملت مثل ما بيقولوا كبتلت. يعني كل شيء انتم عم بتحركوا رح ازيد الحليب هون كله. احرك بسرعة ماكسيموم. اذا اول مرة ما زبطت معكم فيكم تصفوها بمصفاية. يعني ما في شيء هيك اسمه مشكلة كبيرة بالمطبخ، كله بتلاقي له حل. انا رح زيد هون اللحمه على ميلانج اللقطين. قلبن شوي مع بعضهم. رح احط بهار ابيض وملح للصوص بلانش. كفي احرك. اي متى بتعرفوا انه صارت الصوص بلانش ريدي؟ هلا انا بدي زيد لها بعد شوية كريم لانه مثل ما قلت لكم مش عم بعمل الوصفة الاكزاكت يلي على الشاشة. اوكي تعملوها هيك بس باصبعكم تعملوا هيك. اوكي الصوص ما بترجع، يعني ما بترجع تنزل. وقت تمسحوا باصبعكم على طول الملعقه الصوص ما بترجع بتضب على الملعقه. اوكي هلا انا فيني احط لها بعد شويه حليب بس بدي فرجيكم التكستشر تبعيتها. شفتوها؟ اوكي سميكي شوي، حط لها شويه حليب. انتوا على الكوانتيتي يلي عندكم اياها على الشاشه ما تزيدوا حليب لانه ما بدنا تطلع كمان على طعمه حليب. فيكن تحطوا شويه مرقه دجاج او مي. اوكي لكن انا رح كفي حرك الصوص بلانش وبشوفكم دغري ديركت بعد الدايت. عم تخلص كثير اشياء ومعجوقه وعم تعمل اشياء كثير، بس انا بعرف انه بالنهايه الاند ريزلت اكيد رح يكون كثير طيب، سو نحن رح نتركها هلا ونكفي معها للاخر، وخلينا نشوف بالاخر بعدين شو رح ناكل من اكلات ساره الطيبين ورشه ملح. انا بهيدا الوقت القليل يلي كان عندي اياه كانت الصوص البشاميل خلصت. كل شيء عملته هو انه خلطت حطيت فوقها البارميزان الكانتيتي البارميزان عنا اياها ورجعت خلطت بطنجره الصوص بلانش الميلانج اللحمه والبامكن وحطيتهم على وجه البطاطا. وهلا بدي احط موتزاريلا لفوتها على الفرن.
فيكم تحطوا على وجه خليط بين الموتزاريلا والإيمانتال مثلا. يعني اللي احنا هلا بدنا اياها بالفرن بس تدوب. اوكي؟ ومنبلش دغري بالتشيز كيك يلي كمان رح تشوفوا قديش هينه. فوالا. اوريدي الفرن حميته على طول، حموا الفرن تبعولكم هيك كمان بتشهلوا شوي بالبروسيس تبع الطبخ. رح اشيل هول. هلا بدنا نعمل التشيز كيك. التشيز كيك هو عباره عن كمان ثلاث مراحل، ثلاث مراحل كثير هينين. عندنا البسكوية اللي عم نستعمله، البسكوية اللي بيجي هيك شوي مالح على حلو على مالح، واكيد فيكم تستعملوا في كذا نوع بسكوي. راح سكره وين حطيته؟ فوالا راح سكره وندقهم للبسكويتات. اوكي؟ بس قبل انا ولعت النار على على الميكس بيريز، كيس فيه خليط توت بري تجيبوه فروزن، او اذا عندكم كمان امكانيه تجيبوا يعني بتلاقوا الفواكه التوت البري فريش كمان بيكون احسن واحسن. انا راح استعملها شويه سكر اوكي. بالريسيبي في عسل كمان، هيدا شوي تاني عم بستعمل سكر اسمر اوكي. رح احط لهم عندنا ثلاث ملاعق عسل، دونك البديل تبعهم ثلاث ملاعق سكر. كمان هون فيكم تتحكموا بالسكر قد ما بدكم، بس هو السكر شوي بيطلع منهم هول الخواص. رح اتركهم على النار يغلوا، وكمان بدنا ننتبه لهم اوكي. رح اجيب دق بهيدا الوقت، او لك هي بتمشي ولا بدنا اكبر منها؟ سوري على الضجه. بس بدي افرجيكم قد ايه عمليه سهله، وكمان قد ايه انتي ستريس. هلا انا ماني معصبه، رواق بركي. اذا معصبين بتفرمون اسرع اوكي. هلا انتم بتنعمون كثير منيح، انا مشان ما ازعجكم كثير ما راح نعمون كثير. راح احطهم بجات لانه بدنا نزيد لهم الزبده، 100 جرام زبده. فوالا الزبده بدها مقليه صغيره لكن مثل ما قلت لكم 100 جرام. راح اقدر انا ال 100 جرام قد ايه. بندوبها وبندلقها فوق البسكوي. اوكي؟ هيدي اول ستيب، نحضر البسكوي بالقالب، بنمدهم قالب بيفتح لازم يكون افضل، بنمدهم وبنحطهم بالبراد حوالي نص ساعه، اذا بدكم الوقت بتكونوا عم تحضروا فيها الستبس الباقيين. فوالا الكريم فريش عندنا جبنه مرهميه او جبنه كريمه، كمان هيدي بدنا نخلطها مع فانيلا اكستراكت. فوالا رح انطرهم شوي لحتى
يبردوا. اوكي الكريم بتستعملوها دبل كريم او الكريم ويبينج كريم، اكثر نحن بلبنان بنشوف الويبينج كريم، بتجيبوها بتخفقوها بالميكسر اوكي لحتى تصير جامده لحتى تجمد، وبتزيدوها على ميلانج الجبنه والفانيلا اكستراكت اللي هلا حضرناه، وهيدي هي كلها بنصفها فوق البسكوي يلي اوريدي خلصناه مديناه بالصينيه وحطيناه بالبراد. هلا انا عم جرب كنت كسرهم بعد زياده، حقدروا الزبده فهون حط كفوفه بس شوفوا مثلا انا مثل ما شفتوني قدرت الزبده تقدير كميه الزبده تقدير، بس بعد شوي بحاجه لانه هن وقت تبلشوا تجمعوا بيصيروا هيك بتاخذ الزبده البسكويت بيشرب كل الزبده، بس مش من اول كم مره يعني بلشوا تخلطوا بتقولوا انه لا بعد بدها زبده، لا ال 100 جرام منيحه. بس بدهم شوية وقت لحتى يجمعوا مع بعض. اوكي. هلا القالب يلي لازم حط فيه البسكوي. حشوف وين هو. اوكي. جربوا استعملوا او افضل تستعملوا قالب بيفتح لحتى وقت تجمد يجمد التشيز كيك بتفكوا الجوانب وذاتس ات هو بدل فوالا بتحطوا البسكوي اوكي وبتكبسوها بايدكم اوكي ما تنسوا انه انا ما كثير نعمت البسكوي على الاخير اوكي افضل يمكن لا مش انه شيء غلط بس انه افضل يتنعموا بتكبسون بايدكم خلوا كف الايد بالنص اوكي خليني بس انا احرك هول بتكبسون بايدكم الكف مثل ما عم قلكم لكم بالنص وبتمشوا هيك بتكبسون بالايد فيكم كمان تستعينوا بكباية ازاز كعبة من تحت بيساعدكم لحتى تسطحوا يصير عندكم اذا بدكم مستوى واحد ذاتس ات بهيدي المرحلة اوكي بهي المرحلة بتحطوها بالبراد ماجيك بتحطوها بالبراد بس ما بيطلع لكم هيدا الشيء لا انا بس بيطلع لي اوكي هيدا التشيز كيك اللي انا حضرته امبارح بس لحتى نربح وقت اوكي مثل ما قلت لكم الكريم تشيز يلي استعملناها جبنه بتنمرح جبنه الكريمه ما بعرف اذا ترجمتها صح بونجور هاي انه اكيد بده يظهر انا بس اجت الساحره بده يظهر هيك خالص من الفريزر او من البراد بس خليني كفيلهم لحاله خليني كفيلهم يلا يلا اخر قبل اخر ستيب ثاني ستيب الكريم فريش يلي بتخفقوها لشي 3 4 دقائق بس لحتى تبلشوا تحسوا انه جمدت ما تروحوا كثير اكثر لانه بترجع بتفرط بتخلطوها هون مع الكريم تشيز والفانيلا اكستراكت وبتحطوا ملعقة او ملعتين من هيدا الميكس بيريز وبتخلطوها بصير عندكم الكريم بتصير لونها هيك اوكي هيك بنكون طعمنا شوي مش بس على الوجه باريز ومن تحت كريم هلا
بدنا نجرب نمعصهم شوي. شو بدك نعمل؟ ليلي ليلي شو بدك ساعدك؟ بس بدي امعص الفروت. فوالا خلاص فينيتو. بدك دهر لك شيء من الفرن؟ ايه هلا بدي تشيك علي، هي بس الجبنه بدها تحمر. اوكي. ايه لا خلص خلصت؟ جبنه عظيمه. اوكي اوكي دهرها. ندهريها، بدنا ندهرها. وهيدا الفرن طفيناه، بس بدنا كف ثاني وشي ثاني نحمر فيه. وبرا يلا ها بدك تشلك اياهم عن النار ولا تخليهم بعد البرد؟ هلا هني لازم اكثر يعني ما يكونوا سايحين. عرفتي؟ اوكي. ولازم ما نحطهم على تشيز كيك هني سخنين. لازم بالضبط. هلا بس نحن بدنا نضطر نحطهم. اوكي. دول دول قد ايه في وقت؟ قد ايه بعد عنا؟ دقيقة ونص. دقيقة ونص. ما رح لي لا لازم ينتركوا منيح لحتى اول شيء الصوص لازم بعد تشد شوي. اوكي. بس اهم من هيدا كله انه ما تحطوها والفابر هيك. هلا نحن رح نخاطر. بدك تخليها لحظه بس لتروح الفابر بتكوني حضرتي الاغراض هون. بجرب تزك علي. حطي لها مي بارده تحت الهيدا حواليها حوالين الكسرول. ما فيك هلا اذا حدا مستعجل في حط بول فيه مي وثلج ويسقط يشيل اول شيء من الستانلس. لانه الستانلس هلا بعد الحراره ماشي بعدهم عم يتركوا. بيشيلهم بيحطهم بجات ازاز وبيحط الجات بيحطوا هيك بيحطوا بهيدا ساعتها بالثلج. بالثلج هيك كمان بيسهل العمليه. يلا انا رح اشتغل. اوكي ها حتى تشوفوا بس الريزولتا فينال. فوالا يلا نحن وقتنا خلص بس شكلها بجنن. والتشيز كيك كمان خلص. هلا بنفكه. يلا بنقربه لهون ونفكه هون. فوالا انا هيدا هو التشيز كيك اللي بحبه. هيدا التشيز كيك اللي بعمله. انا ما بحب ابدا التشيز كيك البيكت بيكون بالفرن ابدا. يلا ها شفتوا بس تقلكم شو الشيء السهل بشبت استعمل هيدا القالب. ايه لانه دغري. اوكي. واللي هي ما بتنعمل الا بهيدا القالب اصلا يعني. صح. التشيز كيك يلا ها ولا دا 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 ها عظيم. هاي ثلاث وصفات. هيدي خليها شوي هون لانه سخنه. خلص وقتنا نحن ساره. عظيم عظيم. خلاص فينا نودع المشاهدين. ايه؟ يلا منودع. شكرا كثير لك. بقيت نهار كثير حلو لكم كمان ساره. انتبهوا على حالكم وين ما كنتوا. سوقوا على مهلكم. غيدة مجذوب بتودعكم. سارة بتشوفكم الأسبوع الجاي إذا الله راد. وأكيد أنا بشوفكم نهار التنين بعالم الصباح. باي باي باي.